واحد بالنظام، واحد واحد. ده فرح هايلايت في الزمالك. سيب كل ثابت عارف مكانه كويس. بسرعة شوية. تمام كده. تمام. المهندس شحات مسؤول الكهرباء. جاهز؟ أنا عايز الفرح يزغرف من الكهرباء. انزل لمبة 17. انزل. تمام كده. الله ينور عليك. انزل لمبة 27. انزل. انزل شمسية في الأفنسيه. انزل. تمام. الله ينور. الورد الابيض يجي مكان الورد الاصفر بسرعة. بسرعة شوية. ما تخبطش في زميلك. حاسب على الورد. لسه ما دفعناش ثمنه. تمام كده. يا عيني. يا عيني يا اخي. تمام. انزل. لمبة 500 فولت ونص. انزل. تمام. الورد الاحمر ينزل تحت السلم. الاحمر منه يطلع مكانه. الاحمر منه يطلع مكانه فوق. ايه مش عارف نفسك ولا ايه؟ تمام كده. المهندس شحات انزل لمبه بالالوان سودا. انزل. يا عيني يا اخي يا عيني. المهندس خيري مسؤول المزيكا. جاهز؟ عايزك تنزل مع بالمزيكا مع الاضاءه الكامله فول لايت. انزل. أرجوكم ما تسقفوش كلكم مرة واحدة كده، مش هعرف أشوف طلبات مين ولا مين ولا مين. واحد واحد يسقف إذا سمحتوا. فوزي شاي هنا للبيه.
الشكل كده مش تمام. الورد الابيض يجي مكان الورد الاصفر بسرعه بسرعه شويه. تمام الشكل دلوقتي مظبوط. اجمع انت اهو بسرعه. انت عارفين ان الفرح ده في الزمالك، يعني اهم حاجه عندي حسن المنظر وجمال الهندام. ارفع راسك، انفخ صدرك، اشفط كرشك، خلاص. وعشان يكمل المنظر الحلو لازم اشوف الابتسامه الحلوه. وروني الابتسامه الحلوه. عايز اشوف ابتسامه الموناليزا. ربي ابتسامه الموناليزا مش المناغيزة. خلاص انتهينا. اول لما توصل العروسه هنحيي العروسه ازاي؟ تمام يا عيني. واول لما يوصل العريس هنحيي العريس ازاي؟ معقول؟ معقول اللي انتوا بتعملوه ده؟ هتفضحونا كده قدام الضيوف. محدش يعمل كده غيري انا، مفهوم؟ عايز انبه عليكم بحاجه، ما تقربوش ناحيه الاكل، حوزينكم قبل الاكل وبعده، مفهوم؟ كل واحد يشوف شغله بسرعه بسرعه شويه. ايه شربات يعني هيكون ايه؟ مية طرشي؟ ايه مية طرشي ده؟ يا مدمازيل الشربات ما يتوزعش الا غير لما يوصل العريس. ليه انا الكلام ده؟ طبعا ليكي. وفي حد غيرك هنا؟ طب امسك شيل. يا مدمازيل انا ما شيلش الحاجات دي، انا المتر، انا اللي بنظم الفرح. يلا يا ابني يلا زق عجلك، بلاش كلام كتير. ابنك وعجلك؟ ايوه. طيب لما يجي باباك انا هعرف اقول له. بره وانا فضيالك انت راجل؟ بره. ادوني الايحاء انا يرتعون 10 ساعات عند الكوافير لما ضحك الناس عليا وخلاني ملطشه ليسوى ولا ما يسواش. ما تقلقيش يا روحي، ما افتكرش هيهرب. يهرب يا لهوتي؟ قال يهرب؟ قال العريس ويهرب صابته وطمه معايا ليه يا اختي؟ كنت قرعه ولا مضروبه في السوق؟ ها؟ طب انا بقى اللي مش هتجوزها. فين بابا؟ اندهيلي بابا. يا بابا يا بابا انت اللي مخلفنا. لو كنت راجل اطلع لي. يا فيفي تعالي اهو. وبابا كمان ما عرفش راح فين. يا حبيبي يا بابا يا بابا يا حبيبي، لو مامتنا كانت عايشه دلوقتي كانت شالت عنه الهم في يوم فرح زي ده. وده وقت في ليله قليله في 60 ليله زي دي. سوري شوشو يا اخت. نعم يا رب. تفتكري حاجه زي النهارده وحكايه اتجوز؟ عايزه حقي يا اختي. أيوة. انا لو منه ما جيش. انا مش ناقصاكي سعاد وحياه ابوك. طب اهدي كده ونوعي. جاي مش جاي هتجوز، مش هتنيل على عيني، على عيني اللي جابوني. اه لا 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 حييكي حييكي، انا بهزر يا فيفي بهزر. نعم اجي ما صفت الرهبه يا ليل. انت يا بنت. نعم. واقفه بتترقصي هنا وسايباني انا بخدم على المعازيم؟ مش جاري قدامي. يلا اتحركي اختي. يا اتحركي اختي يا نادر. ايوه كنت بقول لك ايه. نعم. هو الراجل اللي خلفنا لسه ما ظهرش؟ ايه الراجل اللي خلفنا اللي ولادنا يعني؟ بابا. بابا اسمه بابا يا فيفي؟ عيب عليكي. بابا يا ستي شفته من ساعه تقريبا واقف مع مدير الجامعه ونخبه من الاساتذه بيتكلموا في اطوار الحشرات. ايه ده بس؟ ايه فيفي؟ ايه الظاهر يا فيفي هيعينوا بابا عميد كليه العلوم. مش باين مش باين. الساعه بقت 11 وحنفي لسه ما جاش. هقول ايه دلوقتي لاصحاب الصبيان والبنات؟ هقول لهم ايه؟ توكس يعني ايه؟
يا سلام يا حرام عليك يا سلام يا حرام عليك يا سلام حرام عليك. بعدين يا بيتي مكياجك هيبوظ يا حبيبتي. بصي هنا وريني كده. بصي القمر شبه مين؟ اوعى بس مناخير. سوري سيبي مناخيرها مكانها يا حبيبتي. بصي يا اختي شبهاني. بقول لك سيبي 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 سيبي. هو فرح ولا فرحكم؟ الله الله عليا وعلى حلاوتي. بالذمه انا مش عسل. دي الرجاله معذوره بقى لما تتهبل عليا. اختشي على دمك يا معصفه الرقبه وبطلي انانيه. جرايه يا بنت، هو انت هتتجوزي جيلاتي؟ يا ريت. خدت بالك من بيت العرسان اللي هنا؟ ابوك عادل نص شبان مصر، وانا لحد دلوقتي معلقه منهم خمسه بس. الحيتي الحيتي يا مسحوكة الحيتي. هي شغلانة يا دوب ابتسامة وتسبيلة والزبون يطب. يا سلام يا اختي يا بتاعت الصبيان. سامعة يا مقصوفة الرقبة، بقولك تعالي هنا واختشي على دمك يا بنت. بس ما بتستفيش ايه بالكلام الفارغ ده؟ اهو تسالي مش احسن ما اسقط لب؟ بس ما تخفيش على رزقك، دور اكتر من الهم على القلب. الا قوليلي خدتي بالك من الواد اللي ايه؟ خلاص يا بنت انا مخدش بالي من الكلام الفارغ بتاعك ده. يا خفتك يا نادية يا خفتك. امال بتعملي ايه من الصبح؟ بساعد يا ست سوسو بساعد بابا. ولا انا عايزاني اسيب بابا في يوم زي ده؟ وهو الحق علينا ما اتجوزش وجاب لنا مرات اب. تعالي ساعد يا اختي كده وشوفي حزام العفه ده اللي انتوا لابسينه هو. هو معقوله كان يتجوز؟ بابا مش بتاع كلام زي ده. بابا انا مش بتاع كلام زي ده. يا سلام. يعني ايه بقى مش بتاع كلام زي ده فوزي؟ انا عارفه انا فين وانتوا فين. انا في الحزام ده. يعني مخه في شغله وبس. يبقى مش بتاع كلام زي ده. انت عارفه ابويا ده بقى ايه؟ ده يبقى ابو شبت الرهيب. اسالي عليه في الجامعه يقولوا لك ده ابو شبت الرهيب. ده الاساتذه بيعملوا حساب قبل التلامذه. ده مشي بالكليه يا بنتي. اتجوز دي كانت تبقى مصيبه. يا دي المصيبه. يا بابا حرام عليكم تفولوا عليا كده ليله دخلتي. طب والله ما انا داخله. وعشان انا الكبيره والهبله تعملوا فيا كده حرام عليكم حرام عليكم. هتفضلي قاعده توقي هنا لغايه الصبح يا اختي؟ ايه عايزاني افضل بوز بوز المعازيم يحلقوا فيا يقولوا العبيطه اهي؟ طب والله ما انا طالعه لما حضره العريس يوصل. والله ما انا طالعه. اطمني يا فيفي حرفي زمانه جاي حالا مش ممكن يتاخر عن كده. صح يا اختي؟ طبعا يا حبيبتي. اصل في يا اختي تعالي يا ايه فيكي من يكتم السر؟ في بيري حبيبتي. ايه في ايه؟ اصل اللي حصل. ايوه يا لهوي يا فضحتك يا لوزه. يا فضحتك بالقوي يا لوزه. يا لهوي وبجحه بالقوي يا لوزه. انت ايه يا لوزه؟ اصل في يا اختي كده سر ما حدش يعرفه. سر او ربنا. سر ايه بقى ان شاء الله؟ اصل انا بصراحه بصراحه ايوه عايزه الصراحه. انا وحنفي اتخانقنا امبارح مع بعض. بس وشرف جوز خالتك ما تجيبي سيره لبابا. اجيب سيره لبابا؟ ليه يا فيفي خناقه كبيره؟ لا ابدا، كلمه مني كلمه منه شتمنا بعض. قال لابوك وعيلتك؟ قلت لامك وامين امك. بس وشرف جوز خالتك ما تجيبي سيره لبابا. يا سلام بقى ده كلام يتقال لبابا؟ هي فيفي وبعدين؟ بس رحت رميه له الدبله في وشه. قلت له مش عايزه اشوف خلقتك تاني يا ابن ال يا ابن ال هتيجي اهو هتيجي يا ابن المتضايقه. متضايقه؟ وربنا اصل امه متضايقه على الاخر. كل ما تشوفني تتضايق على طول. يا حرام. تفتكري هيجي يا اختي؟ طبعا لا يا حبيبتي. ايه مش جاي؟ مش جاي. يعني ايه مش هخلف؟ مش قصدي. طب اخلف وبعدين اتجوز؟ ما هو لازم اعمل حاجه. لازم اعمل لازم اعمل حاجه. حرام. انا غلطت انا غلطت. جاي جاي ده جواز مش لعبة عيال. جاي صحيح يا اختي. بابا جه بابا جه بابا جه. يا ناديه تقولي اقول ايه ده؟ شرف جوز خالتك ما تجيب سيره لبابا. انا ماشي الله يقطع الافراح على اللي بيعملوا الافراح، على اللي بيحضروا الافراح، على اللي بيتجوزوا في الافراح. انا يحصل لي ده كله عشان اجيب المأذون؟ طب هدي نفسك بس يا بابا فهمنا ايه اللي حصل. هدي نفسي؟ دخت سبع دخات عشان اجيب المأذون. رحت له مكتبه في الزمالك قالوا لي وصل لحد الهيلتون، قال عنده طلاق وهيطلع من بره بره. قلت الحقه هناك
رحت له على الهيلتون، قالوا لي خلص الطلاق ونزل تحت. قلت لهم تحت فين؟ قالوا نزل يعمل ساونا. ساونا؟ نزلت له على الساونا، حبيت اخش له ما رضيوش، قال ايه لازم اقلع ملط. يعني رجعت من غيره يا بابا؟ ارجع من غيره ازاي يا فوزيه؟ انا بوظ الفرح. قلعت طبعا ودخلت الساونا، لقيت روحي جوا فرن درجه حرارتها 900 درجه فرنهايتي، وناس قاعده سايحه في عرقها، ويا دوب كل واحد دافي في وسطه بشكير. المهم يا بابا لقيت المأذون. طب بذمتك اعرف ان هي فيهم المأذون وكلهم عريانين مالط؟ يا بابا. ايوه. بيبقى معاه دفتر في ايده يا بابا كده اهو. دفتر ايه بس يا فوزيه؟ هياخد الدفتر جوه معاه في الساونا؟ طبعا لا، الغرض قعدت بحلق فيهم ويبحلقوا فيا، ان الاقي علامه، الاقي وحمه، الاقي حاجه، ابدا. واللي زاد الطينه بله، ثلاثة منهم قاموا وخرجوا. احتست، ما بقتش عارف اعمل ايه. رحت خارج وراهم، دخلوا حمام البخار، رحت داخل وراهم. كنت اسالهم يا بابا؟ اسال مين يا فوزيه؟ في حمام البخار الرؤيه متعذره، ما كنت شايف كان في ايدي، اضطريت احسس. سمعت كلام وتعليقات من ناس وانا عمال احسس واعتذر. متاسف يا سيدي، ايدي جت في حته غلط، انا اسف. واحسس واعق واعتذر. متاسف يا محترم، صباعي جه في غير موضعه، انا اسف. وفضلت احسس واعتذر واحسس واعتذر لحد ايدي ما قفشت في مراخير طول كده. قلت بس هو حكم، انا اعرفه من مراخيره. رحت قاعد جنبه وقلت له نعيما مقدما يا استاذنا. بص لي وقال لي وات وات. طلع القائم باعمال السفير البلجيكي. وبعدين يا بابا؟ ولا قبلين سمعت كلام وتعليقات، انما المره دي بالبلجيكي، وانا ما اعرفش بلجيكي، انما بالاشاره فهمت. ولما غلبت وقفت في وسط الحمام وقلت يا قوي، رد علي صوت من اخر الحمام قال لي اللهم قوي ايمانك. قلت له مين؟ الاستاذ عبد الحميد؟ قال لي يا نعم. قلت له حقني اعمل معروف. قال لي اخلص جلسه المساج واجي لك حالا. يا سلام، هو كان لازم يعني مأذون الزمالك يا محترم؟ شكليات فارغه اللي طالعه دي زي البارودة المحمصة. اه مأذون الزمالك، عايز انا اجيب اهل مأذون الزمالك في فرح حضر مدير الجامعه ولا فيه من الاساتذه؟ الناس تقول عليا ايه؟ وايه الفايده يا بابا ما دام حضره العريس لسه ما وصلش؟ هو العريس لسه ما وصلش؟ او ربنا عنه ما وصل. انا رايي فيه انه ايحه واي كلام. والناس يا بابا جم العوالم جم. ابتدي ايه الزيطه اللي بتعملها دي؟ ايه يعني من عوالم جم؟ عوالم جم؟ اه العوالم. بتقول العوالم جم؟ ايوه يا بابا العوالم جم. العوالم جم. يا بابا يا بابا شفت يا سوسو؟ أيوة. اهي العوالم جت وحنفي لسه ما جاش. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ معلش. هو ده هو ده. الو الو. ايوه الحاج عبد الموجود موجود؟ لا النمره غلط. هو عنده 6 كيلو كباب وجم. يا اخي افهم، النمره غلط. انا بدي افهم تنشل. انا ليه؟ انا تنشل بس. تنشل ليه؟ هو انت وحنفي مش بتحبوا بعض؟ معرفش والله معرف. ما تعرفيش؟ اه والله ما فكرت. ازاي انتم الزمان في شركه واحده؟ اه ومخطوبين بقالكم 8 سنين. اه طب بذمتك بذمتك يعني ما حصلش ولا مره؟ لا اختشي يا سوسو، الله ما يحبش الحاجات دي. ولا حتى سوسو. لا يا سوسو. الله يا سوسو. الله سوسو بدرس يا سوسو. ده انا اختك يا فيفي، هتتكسف مني؟ امال هتعملي الليله دي ايه يا خايبه؟ اعمل ايه في ايه وانا هعمل حاجه؟ ده انا حتى اول ما هروح اغسل هدمتين حنفي واغسل المواعين واغسل رجلي بالحجر واصلي تراويح وانام، هعمل حاجه؟ لا ولا حاجه يا حبيبتي. انا بحسن. لا ولا حاجه يا روحي، بس ربنا يكون في عون الراجل. أوه. ولو انا بان عليه ورا خردهول مصيبه لو انتوا الاثنين تضربوا لخمه الليله دي. اتلحلح شويه يا اختي احسن يزهق منك ويلعب بديله. اسمعي، قريتي كتاب ليله الزفاف؟ لا قريت كتاب قبل نظيره. ما هقرا ايه؟ هقرا ايه؟ هو ده اللي انت فاكره؟ ايه يا بابا؟ انا قلت لك ما تجيش ناحيه اختك. ابدا يا بابا، ده انا كنت بقول لها العوالم جم. العوالم جم، شفتهم يا بابا؟ بلا عوالم بلا كلام فارغ بلا قله حياه. ايه حصل حاجه يا دكتور؟ رحت اسلم عليهم ورحب بيهم
لقي الزمايل ازازه الجامعه عمالين يجروا وراهم يقولوا العوالمكم العوالمكم، وكل واحد عايز يسلم عليهم ويصور معاهم. بابا ايوه انا داخله اوضتي، ولما يتنايل يجي بدوني خبر يجيني خبرك يا حنك يا ابن بديع الهبله. ايه ده، هو العريس لسه ما وصلش؟ لسه يا بابا لسه. عنه ما وصل، انا رايي فيه انه ايحه واي كلام. من حق. نعم. ايه اللي جاب الواد محسن ابن الجيران الفرح هنا؟ وماله يا والدي، مش زميلي في المدرسه وجارنا؟ انت عارفه انه ما يحبش اتصاحب على الجيران ولا يكون ليا بيهم اي علاقه. طب وانا قلت لك صاحبه محسن ده صاحبنا. اكتمي جاك عامه في عينك قللت الحياه، مفيش حاجه اسمها صداقه بين ولد وبنت. طب حبوس ابعدي، بلاش مياصه وقله حياه ودلع بنات. ان ما كنتش هتدلع على بابا حبيبي هتدلع على مين؟ عينك قلت الحياه، ادي دقني لو نجحت السنه دي. انا عايزه تنجح، عايزه تخش الهندسه. هي الهندسه دي لعبه؟ الهندسه دي من اصعب الكليات اللي موجوده، من اصعب. بس يا بنت وصي وجعني جاتك البلا. يا دكتور رافض بيه يا حبيبي. بنت، كلمة حبيبي وروح قلبي وكلام الفارغ ده ما يتقالش ببيتي ابدا، مفهوم؟ مفهوم. استني انا اللي هرد. الو الو، ما ترد يا جبان، رد يا حيوان، يا سافل لو راجل ترد. رأفت اخت عليك يا حبيبي. مين؟ الدكتور خليفة؟ ازيك يا روح قلبي؟ انا عازمه. ما انا عارف. مال؟ لا ولا حاجه. هو حد جنبك؟ يعني انت واقفه كده ليه؟ اجري اندهي نادي اختك. طب هبص. امشي يا بنت بسرعه، اندهي لها بسرعه، عايزها ضروري. الو الو رأفة يا عصمت، وحشيني يا حبيبتي، وحشيني وحشيني. مبروك يا اوفا. الله يبارك فيك يا عصومه، عقبالنا انا وانت ان شاء الله قريب باذن الله. صح؟ امتى؟ امتى بس؟ نفسي اجي ابوس بنتك واقف جنبك في الليلة. لا 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 خلاص يا حبيبتي خلاص، هانت هانت، كلها شهرين ثلاثة ونبقى مع بعض. يا رأفت ده انت بقالك 5 سنين بتقول الكلام. معلش يا حبيبتي معلش، البنت الكبيرة كانت محجرة شوية، انما اخواتها الاثنين. عصمت ما تقفليش سكة، خليكي معايا خليكي معايا. بقول ايه يا عصمت؟ البنت الكبيره كانت محجره شويه، انما اخواتها الاثنين الحمد لله سكتهم سالكه، فانا ان شاء الله باذن الله من اطمن يا دكتور خليفه كله ماشي تمام حسب الخطه الموضوع، يعني الحشرات مش هتقعد في ارابيزي العمر كله، زي ما خلصنا من الخنفسه الكبيره هنخلص من الضفدعه الوسطانيه ووراها على طول البرغوت الصغير. على العموم انا احب اكلمك بعدين. طيب مع السلامه يا حبيبي. اي استنى. اي خد دول مؤقتا. يا روح قلبي يا دكتور خليفه بحبك بحبك. امال فين نادية؟ جايه ورايا، لكن افهم الاول النظام. نظام ايه يا بنت؟ تتكلم عن ايه؟ اصلي ملاحظه يعني انك عايز تكلم نادي اختي دكاكيني في ايه؟ وبصراحه يا سوسو اصلا انا جايب لها عريس، او بالك انت كمان بعدها يا باشمهندس. وش معنى بعدها يا دكتور؟ ما احنا كمان عايزين نتجوز. تحشم يا بنت، انت لسه عيله ما طلعتش من البيضه. ايه عيله دي كمان؟ لا بلاش النوم ده معانا. والله ان كان عليا انا مستعد اتجوزكم انتوا الثلاثه في ليله واحده ان شاء الله ليالي، بس الدور على اختك. يعني لو جالي عريس لقطه اسيبه وطير من ايدي عشان خاطر ست ناديه؟ يا بت اصبري على رزقك، انت مزروعه على ايه؟ ده انا عايز اجوزك في الرواقه يا باشمهندس. انت عارفه كويس يا سوسو ان انت بالذات دونا عن بقيه اخواتك، والله 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 ليكي معزه خاصه في قلبي. يا سلام. طبعا. اضحك عليا انت بكلمتين حلوين من بتوعك. لا 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 ده هي دي الحقيقه. ايوه يا ناديه تعالى. بقول لك ايه؟ زوغ انت دلوقتي عشان اعرف اكلمك كويس. زوغ. ايوه يا فندم. بقول يا ناديه في موضوع كونفيدنشال كنت عايز اكلمك فيه، موضوع حساس، موضوع خاص، عايزين نتكلم وناخد جرايب جرايب ومين دلوقتي عايز اكلمك. انا معاك يا بابا. ايوه ناديه، موضوع حياه، موضوع مستقبل، عايزين نتكلم فيه وناخد وندي مع بعض في الكلام. وانا جرايب لا بقى. لا ايه لا بقى.
في ايه؟ لا بعد في ايه؟ ما انا بصراحه ما اقدرش اقعد من غير جواز اكتر من كده. اه ده كتير قوي. تعالي يا بنت، ايه اللي بتقوليه ده عايز افهمه. زمان على ايامكم كنتوا بتجوزوا الواحده بنت 14 سنه، وانا دلوقتي عندي 17 سنه. احسبها انت بقى، يعني انا بقالي 3 سنين صبره. صبره؟ اما بتوقع او قللت الادب، ايه صبره دي عايز افهم معناها؟ الله الله ايه؟ الله في ايه؟ الله في ايه؟ هو اللي يقول حق في البيت ده يبقى كخه؟ لا بقى إيه؟ لا بقى إيه؟ لا بقى ايه؟ بصي لي انا، ما حد صبر في الدنيا دي قدي. 12 سنه من ساعه ما ممكن توفت وانا صابر وساكت ومش راضي اكلم حد. يا بابا اكتمي. طب انتوا صغيرين وقدامكم العمر كله، لكن واحد زي ما فيش في عمره قد اللي راح يقول ايه ولا يعمل ايه. احمدوا ربنا واحد غيري وفي سن الحرجه دي كان انحرف. روحوا شوفوا ابهات غيركم بيعملوا ايه. ما يصحش الكلام ده يا دكتور. انت اخرى، هو اللي يقول الحق في البيت ده يبقى كخه؟ 12 سنه عايبيكوا زي الولية اللي بختها مال، أكلكوا وأشربكوا وأفليكم وأشيل في اسمه ده في همكم. 12 سنة، 12 سنة وأنا شايف أصحابي كل راجل متهني في بيته وأنا مطنش وعم نفسي مش واخد بالي. لكن لا بقى، ده أنا واخد بالي كويس أوي، بس أنا مش عايز أتكلم. أخبيع مش بس من قدام بابا يا بنت. اه ايه العظيم. ايه ده ايه ده، مخلف فتوها؟ فور الدم، الله يفور دمها. معلش يا بابا هدي نفسك يا فندم. شوفي لي ازازه دواء فين انت الاخرى. مش معاك دواك يا بابا هدي نفسك. صابره عيله ما كملي 17 سنه وتقول لي انا صابره؟ بلاش تفور دمك يا دكتور في يوم زي ده. مش قادره تستنى شهر كمان لحد ما تكون انت اتخطبتي؟ اتخطبت انا يا بابا؟ ايوه. ناديه نعم. تعالي. نعم يا بابا. تعرف يا ناديه ان انت بالذات دونا عن بقيه اخواتك، والله 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 ليكي معزه خاصه في قلبي. عشان كده يا ناديه نقيت لك عريس، انما لقطه عريس لقطه اسمه سامح عبد الشكور. شوفي اسمه جميل قد ايه، سامح عبد الشكور، معيد عندي في قسم الحشرات، مثقف، اخلاق، خجول، نظره ضعيف شويه انما كفء. ها لا وايه، عنده شقه مطرحين وصاله وعفشة مية. ها ايه رايك في المفاجاه دي يا نوجة؟ هايل هايل. انا صحيح لسه ما فتحتوش في حاجه، انما لما احتله وده تلميذي انا اللي مربيه على ايديا ومنتظر يفتحني في الموضوع اللي لادي. قلت ايه يا نوجة؟ تجنني تجنني. خلي بالك كمان انا بشرف له على رساله الماجستير اللي بيحضرها، يعني لو قال لا يبقى عمره ما هياخد. قلت ايه يا نوجة؟ ايوه هو ايه اصله ده؟ ايه معناها الضحكه المتخلفه بتاعتك دي؟ في الواقع يا بابا انا مش مستعجله على الجواز. نعم يا اختي، انت مش مستعجله على الجواز، انما انا مستعجل على الجواز. ايه رايك بقى؟ في الحقيقه يا بابا انا حقيقه. حقيقتي يا بت، اوعي تكوني شايفه لك شوف اقطع رقبتك. لا بالعكس يا فندم، كن مطمئن، انا عن نفسي ما بفكرش الجواز مطلقا. مطلقا؟ ايوه يا فندم. ما بتفكريش ليه يا ست ابوها؟ طب اتجوز ليه يا بابا؟ اتجوزي ليه؟ لا حلوه قوي، لا ظريفه قوي. وهي الناس تتجوز ليه؟ انا اللي بسال حضرتك يا فندم. الناس بتتجوز يا هانم علشان يبقى فيه نوع من يعني لما هسوس تتجوز والبيت يفضل، هتعيش حضرتك بطولك؟ لا يا بابا كن مطمئن، هقعد مع حضرتك اونسك. لا مش عايز حد فيك يونسني، انا هونس نفسي بمعرفتي مع الدكتور خليفه. طيب يا بابا خلاص هدي نفسك، اذا كان ده شيء هيزعجك انا هستقل بحياتي. نعم يا اختي تستقل بحياتك؟ ايوه يا فندم. انت يا بنت بتجيبي الكلام ده من ايه؟ وليه لا يا بابا، دي البنت في اوروبا اول ما بتوصل لسن 16 سنه بتنفصل عن اهلها بتستقل بحياتها. ثم يا بابا انا مش لاقي سبب واحد يخلينا اتجوز. لكن انا عندي سبب مهم قوي يخلينا اتجوز. نعم قصدي خليكي تتجوزي. ايه هو يا فندم؟ هو عشان
عشان تجوزي، عشان اي ست في الدنيا محتاجه الراجل. محتاجه الراجل؟ اه. محتاجه الراجل في ايه؟ في ايه؟ مش عارفه الست محتاجه الراجل في ايه؟ لا يا بابا، حضرتك تعرف؟ اعرف. هو في حد يا بنتي ما يعرفش؟ الست محتاجه الراجل في انها عشان وانا اللي بقول على الكبيره هبله. افهمني يا بابا، المساله بالمنطق. لا لا، الا دي من غير منطق. هي كده، ربنا خلقنا كده، زي ما خلق الديك والفرخه، زي ما خلق الخروف والنعجه، زي ما خلق الحمار والحماره. اظن واضح. بس انا مش حيوان يا بابا، يبقى ليه اعمل زي الحيوانات؟ او لا، ايه دي؟ ده جيل ايه المهبب ده؟ ثم دي حتى الحيوانات ما بتتجوزش. يا سلام، امال الفرخه بتبيض ازاي يا فالحه؟ ايوه يا بابا فاهمه. والله ما انت فاهمه ولا حاجه، والا ما كنتيش قلت الكلام ده. ما خدتيش اشياء وصحه في المدرسه؟ ما حدش من زميلاتك فتحت السيره دي قدامك؟ امال البنات طول النهار بتتودود في ايه غير في ده؟ ايوه يا فندم. بس خلاص خلاص خلاص، ابعدي عني. حاضر. ابعدي عني. حاضر. ابعدي. اه؟ لا حاجه مش معقوله اتكلم معاها ايه ولا اتناقش معاها بزي. طب انتي انتي نفسك عمرك ما حسيتي انك عايزه تبيضي؟ ابيض يا بابا؟ قصدي تخلفي. الله، طب الخلفه مالها ومال الجواز؟ اشق هدومي. افادني يا بابا، اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان كل الدراسات والاحصائيات والتجارب الواقعيه اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان الزواج نظام فاشل وعقيم. عقيم في عينك قللت الحياه، هتتجوزي غصب عن حباب عينيكي. واذا ما كنتيش فاهمه عنك ما فهمتي، بكره الايام تفهمك. احنا يا اختي ما حدش فاهمنا حاجه. مالنا ما احنا كويسين اهو، اتجوزنا وخلفناكم وكبرناكم وربناكم لحد ما خيبتوا املنا. اوعي تتحركي من هنا، هجوزك وانت واقفه. هنزل اجيبهولك لحد عندك. سامع يا ولد، يا سامع يا عبد شكور، يا ولد يا سامع. مش عارفه الفرخه بتبيض ليه. الطم يا سامع. انا مالي انا بس بالجواز الكلام ده؟ الو كريم، شوفش كريم عايزين يعملوا فيا ايه؟ يا دكتور رافت. كريم حد جاي، هبقى اكلمك بعدين، باي باي دلوقتي. يا دكتور رافت. يا دكتور رافت، يا استاذي الكبير، تلميذك يناديك يا استاذ، يا رئيس قسم الحشرات العظيم. يا دكتور رأفت، يا صديقي القواقع وحبيبي البراغيث. يا دكتور رأفت. أهلا يا فندم. ست. يا أستاذ، جت سليمة؟ أنت سليم؟ يا أخ، أساعدك في حاجة؟ لا متشكر. لا من فضلك بغير من البنطلون لو سمحت. الدكتور رأفت ما جاش هنا والله؟ لا، الدكتور رأفت لسه خارج حالا يا فندم. متشكر جدا. العفو يا اخ. يا استاذ، الدكتور رأفت خرج الناحيه. طب انا اسف جدا، انا نسيت ابارك للانسه فوزيه. متشكرين قوي. اقصد مدام فوزيه. طيب الف شكر يا فندم. انا الحقيقه مش عارف يا مدام ولا انسه، هم كتبوا كتاب ولا لسه الحقيقه؟ لا الحقيقه كتب كتاب لسه. اصل احنا في البلد من ناحيه الالقاب يعني لما واحده يكتبوا كتابها. ايوه. احنا نقول لها يا وليه لا مدام ولا انسه ولا اي حاجه. لو سمحتي انا نسيت اعرفك بنفسي. اتفضل يا فندم، اهلا بيك. انا سامح عبد الشكور، المعيد بقسم الحشرات. وعن اذن حضرتك بقى. حضرتك سامح عبد الشكور؟ ايوه. المعيد بقسم الحشرات. تمام. انت متاكد انك سامح يا استاذ؟ انا سامح عبد الشكور بتاع كليه العلوم. الله يخرب بيتك يا واد، كنت انت سامح. انا سامح عبد الشكور بتاع كليه العلوم. أنا سامع عبد العلوم بتاع كلية الشاكور. بس واضح إنها معجبة بيا والحمد لله.
دكتور رافت، يا أستاذ الكبير، يا دكتور، يا مبيد، يا مهلك، يا فتاك. سوسو يا ويكا، ما أحسن يا ويكا. اطلع يا محسن، اطلع، تعالى تعالى، خش، بلاش قلة أدب بقى، تعالى. ابوك يطب علينا وانت عارفاه متعقد منه. يا عم قول يا باسط، خد امسك شويه بونبوني. ايه كل دول؟ هعمل بيهم ايه؟ مش تخلي شويه عشان معازيم؟ معازيم من يابا، كل والباقي دي لمامتك. الا بالحق. إيه؟ سمعت الشريط ده؟ اه سوري يا تعمل حركات نصكم؟ بتتقل يا ستي. اخي تحب اروح اديها لك كلمتين في عضمها؟ ولا اسمع يا اشبك مع بنت غيرها وهي تموت فيك. اه حاكم، احنا يا بنات خايفين قوي في الحاجات دي. اصلك مش فاهمه يا سوس. ايه ده بترسم على جواز؟ اخي دي عقد بقى، طنشها ولا اقول لك كبها فلساها يعني. وانت علقت الواد المعيد ولا لسه؟ مش عيب يا اخو، احنا بنلعب. شوف يا محسن يا اخويا، انا ورا لحد ما خليه يتقدملي. هو ده عيبكم. مش عيب يا جدع، انا برضو بتاع الجواز، انا مش عايزه غير خطوبه بس. انت عارف الدكتور معقدها معايا ازاي، انما لما حق مخطوبه بقى عشان منافسي شويه. اه ونصيع انا وانت بقى، البس اللي يعجبني ونروح سينمات وبارتيهات ومش بعيد نفلس على اوروبا. طب وخطيبك يا فلح؟ ناخده معايا. علموها بقى. قلت لك بلاش اضرب رجلين يا سوس. ما تنشف يا ما تبقاش خرع. طب والله العظيم اكون مخاصم. لا لا سوري يا محسن. لا يا اختي انا عارف. خلاص 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 يا محسن. ايه انت صبطي صبطي والدكين يا اختي. ما خلاص يا محسن. لا 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 ما بلاش يا محسن. لا 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 لا. هات ايدك يا محسن، تعال. ها هوي هوي انا اسفه. قوم يا محسن، قوم تجيب لي مصيبه. قوم يا محسن. بتعمل ايه هنا؟ انا بص، انا انت بتعمل ايه؟ انا بص، انا بص، انا بص ايه؟ انا بص، انا 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 بص ايه؟ استنى بس، استنى ايه؟ استنى بس، انا بص ايه؟ ايه انا جاي انا اهو يعني جايباني عشان تدوقني ملبس. ملبس ملبس عليا انا برضه. بتدوق ملبس وانت نايم على الارض؟ ما انتش خايف من لبسها تقف في زورك؟ شوف بقى، انا مبقوق منك ومفقوع منك ونفسي ايدي الطول زمارت رقبتك. تعال هنا يا واد، تعال هنا، تعال عمي بس، تعال بس عمي بس. واد واد، اما حته نطه الواد ده معقدني بالنط بتاعه.
ولا انزله من تحت احسن. انا تعالي هنا، تعالي هنا، انا مش هيلك الواد ده. الواد اثبت اثبت لغايه ما اكلمك. بنت اثبت. معلش يا بابا. بابا اسف يا استاذ، انا اسف جدا. العتب على النظر. العتب على ايه؟ العتب على النظر. اجيب لك عصير جزر؟ امال لابس دي ليه؟ عشان اشوف يا استاذ. عشان تشوف؟ ايوه. وانت جاي من اليمين؟ ايوه. تضرب كلاكس وتبص على الشمال. طب ليه يا ابني بس؟ انا ما انا اعتذرت لسيادتك. خلاص الزموا بقى يعني تزق الكتب من ايدي يعني. ايه يا اخي يعني؟ يا استاذ يا استاذ، اللي بيكلمك هنا اللي هناك ده اخويا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. سعادتك عايز مين يا فندم؟ الدكتور رأفت. انا كمان عايز الدكتور رأفت. سعادتك عايز مين؟ قلت الدكتور رأفت. انا تحت امرك، انا تلميذه، انا احل محله في كل شيء، بس سعادتك تؤمر يا فندم. في كل شيء؟ مال يا فندم. طب سيادتك حاسب لي على الفاتوره دي. فاتوره؟ لا ده انا اعرفه معرفه سطحيه يعني بعدين. يا دكتور رأفت، يا استاذ الكبير، يا جهبز، يا دكتور، يا مكتشف الصرصار الابيض، يا دكتور رأفت. يا استاذ. نعم. يا استاذ. أيوة. في حاجه وقعت منك تقريبا. الله يديها لي، بس انا مش عارف انت فين. خش على طول من غير كلاكسات ولا اي حاجه. ايوه تمام. شكرا. شكرا جدا. الحمد لله. اهلا وسهلا. اهلا بيك. سعادتك عايز مين؟ قلت الدكتور رأفت. ده انا دايخ عليه من الصبح، ما تيجي ندور عليه سوا. لا خليك انت هنا، انا هدور عليه بمعرفتي. يا دكتور رأفت، يا استاذ الكبير. سامع يا عملاق؟ سامع. يا اخي يا اخي، عمال ادور عليك بقالي ساعه يا اخي. ازيك يا سام؟ كويس يا فندم. ازاي صحتك؟ الحمد لله. الف مبروك الفرح يا فندم. الله يبارك فيك يا سيدي، نفرح بيك قريب ان شاء الله. قول لي يا سام. نعم. تحب تقعد هنا ولا نقعد هنا؟ والله يا فندم نقعد هنا. طب تعال هنا. تحب تقعد على الفوتيه ده ولا على الكنبه المريحه دي؟ مريحه قوي، تقعد عليها وتطقع كده وتمد رجليك وتستريح حقيقي. ها نقعد عليها. خليك هنا. قاعد هنا. ازيك يا سام؟ كويس يا فندم. وازاي صحتك؟ تمام. وازاي الدراسه؟ ماشي. والماجستير؟ قربنا نخلص الحمد لله. قربت خلصوا الحمد لله. طب على خيره الله. من حق انت كنت عايز تطلب مني طلب، وقلت له انه موضوع كونفيدنشال كده، موضوع خاص، موضوع حساس، مش كده ولا انا غلطان؟ لا مظبوط. قول يا سامح، انا تحت امرك، انا ما عايزش عنك حاجه ابدا. ده انت ابني يا سامح، ده انت رجل والرجال قليل، رجل في كل شيء، علما، ادبا، خلقا، جاها، عائله، في كل شيء. انت تحفه يا سامح. قول يا حبيبي، اطلب اللي انت عايزه. حاضر يا فندم. انا هتكلم يعني، بس انا 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 كنت عايز اقول لسيادتك يعني يا فندم. أيه. ان انا عايز انتهز فرصه الفرح السعيد. واطلب من سعادتك بالمناسبه طلب كده يعني. اطلب 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 عنايه اديهم لك عن طيب خاطر. شكرا يا فندم. قول يا حبيبي. بس انا مكسوف حبه. لا 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 لا، سامح ولد. وبعدين قول يا ايه. انا هتكلم. قول. انا كنت عايز اقول لسيادتك ان انا جبت لسيادتك الجزء الاخير من الرساله بتاعتي والمتعلق بالدورة التناسلية لذبابة الفاكهة. انت متخلف يا ابني، انت 100% حد في عيلتكم كان متخلف، وانت ورثت كل التخلف عنه. ده موضوع تكلمني فيه دلوقت؟ ده وقته؟ مظبوط كلام سعادتك يا فندم، نخلي البحث وقت تاني، واذا الى اللقاء. تعال يا ولد هنا يا ولد. هو ده الموضوع الحساس الكونفيدنشال الخاص اللي انت عايزني فيه؟ لا يا فندم، هو الموضوع بتاع تزاوج ذبابه الفاكهه. أيه. كان مجرد مدخل لموضوع اخر فيه تزاوج برضه، وانا قلت الشيء بالشيء يذكر يعني. جاتك القرف في تشبيهاتك اللي زي الزفت. ومستني ايه؟ تعال تعال وقف. هنا هو اللي انت عايزه. حضرتك عارف يا فندم
ان انا عندي شقه مطرحين وصاله وعفشه ميه. ايوه عارف. وحضرتك عارف ان انا مرتبي 35 جنيه و17 قرش. ايوه عارف. ايجار الشقه 35 جنيه بس انا عايش كويس قوي، 17 قرش فل الحمد لله تمام قوي يعني. طب الحمد لله، نشكر ربنا ونحمده. وطبعا مرتبي هيزيد 4 جنيه لما اخد الماجستير بقى. لسه ما حدش عارف اذا كنت هتاخده ولا لا، دي مساله متوقفه على نبهتك وحسن تصرفك. يا واد انت، يا واد اطلب اللي انت عايزه، قول يا ولد. باختصار يا دكتور، ها، انا طالب القرب من سعادتك. القرب؟ انا غلطت؟ لا بس انت فاجئتني يا ابني. اصل دي اخر حاجه كنت انتظرها منك. غريبه، مع ان انا كنت فاكر ان سيادتك عارف قصدي من الاول. واعرف قصدك منين يا استاذ؟ انا دخلتك بيتي وكشفتك على بناتي لاني بثق فيك وبعتبرك زي ابني. يعني حضرتك مش موافق؟ اذا الى اللقاء. لقاء ايه؟ تعال هنا وجنبي. اللقاء قال. اصل ده موضوع خطير، يديني وقت كافي عشان افكر فيه. على العموم الشيء اللي شفع لك يا سامح ان الرساله بتاعتك هايله هايله هايله. انا في حياتي العمليه ما قريتش رساله بالعظمه دي يا ولد. شكر جدا يا فندم. العفو يا سامح. امتى بقى يا فندم اقدر اقدم بقى الدبل؟ ها؟ لا الرساله يا فندم. رساله ايه وهي باب ايه؟ الدبل الاول يا فندم. ما هو الدبل الاول يا فندم. الدبل الاول. ما هو سعادتك اللي طلبت وقت علشان تفكر. انا خلاص خدت الوقت وفكرت وانتهيت وعلى خيرة الله. هات ايدك. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. امين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. طب يا فندم، مش كنا ناخد راي الانسه سوسو بقى؟ سوسو؟ ايوه. انا فاهم انك تتكلم عن ناديه. غريبه، ده انا عمري ما فكرت في ناديه بالمره. وما تفكرش في ناديه ليه؟ ما تفكرش في ناديه ليه؟ ما تفكرش في ناديه ليه يا فندم؟ ده ما تفكرش في ناديه ليه؟ ما تفكرش في ناديه ليه يا فندم؟ ده ناديه عظيمه والله. امال ايه؟ عظيمه. عظيمه ليه؟ هايله. طب امال ايه؟ خلاص. لا انا بعد اذن سعادتك. ايوه، معجب بالانسه سوسو. ايه؟ سوسو؟ ايوه. وانت تعرف سوسو ولا ناديه احسن مني؟ هتعرفوا احسن مني؟ طبعا. خلاص مظبوط كلام سعادتك يا فندم. امال ايه؟ بس انا في الحقيقة مفيش. بس انا بصفتي ابوهم وبصفتي استاذك انا شايف ان ناديه تناسبك اكتر. خلاص انتهينا. خلاص انتهينا. ولو ان انا كان ليا راي يا فندم. لك راي؟ انت بتعارضني يا مغفل يا فزل. طب لعلمك بقى ان الرساله بتاعتك دي زي الزفت اهي. اتفضل اهي، عيد فيها نظر. ما تورينيش وشك الا لما اصلح الاخطاء العلميه الفظيعه اللي جواها. قال له رأي، قال الفسل بقى له رأي، المغفل بقى له رأي. وانت عامل كده عامل زي الرنجه. كل ما اشوفه افتكر الرنجه. انت بتعمل ايه يا ولد؟ ولد بتعمل ايه؟ انا بصلح الاخطاء العلميه الفظيعه اللي في الرساله. قوم فز. هي مصطبت ابوك هنا. طبر طبر طبر. يا خراب يا خراب يا خراب. انا خلاص. ارجعي فوزيه، ارجعي. عامل ايه؟ ارجعي. عامل ايه يا ايه فوزيه؟ ده ايه ده؟ بقى ده كلام يا فوزيه. كل ما اخش الاقيكي بتعيطي ليه يا لوزه؟ بابا. ايوه بابا. ايوه انا خلاص هاجر يا بابا. تهاجري تروحي فين؟ هروح ساحل العاج. اشمعنى ساحل العاج يعني؟ مش طايقه نفسي. ليه؟ انا خلاص اتشائمت. ليه يا ستي؟ حلفي لسه ما وصلش. ما تقوليش. وربنا ما وصلش؟ اه. ده انا هسود عيش عجيب وبوليس النجدة هيجروا مين قفاه. بس محدش يرد. هو يا بابا. هو يا بابا. بس هو يا بابا. يا بنت اتقالي يفتكر ان احنا مدلوين عليه. تعالي ناحية، تعالي ناحية دي. تعالي. ايوه استنى. الو الو. مش صوت. الو الو. حاج عبد الموجود موجود؟ يا غبي، بقالي 15 اقول لك فتح عينيك وانت بتطلب مننا. وحياتي تبعت لي بكره 6 كيلو كباب وكفته. كفته؟ طيب انا مش هرد عليه. المأذون جه. المأذون جه. المأذون جه. المأذون جه. طب الحمد لله. ايه يا فوزيه؟ بتعيطي ليه يا فوزيه؟ المأذون جه خلاص مفيش مشكله. لا في مشكله. لا يا بابا مفيش مشكله. لا في مشكله. مفيش اي مشاكل يا بابا. لا في مشكله. بس يا بنت توهي انت عندك مشكله؟ لا انا ما عنديش. اطلعي على اوضتك. حاضر. انت عندك مشكله فوزيه؟ ايوه انا عندي مشكله. ايه في ايه؟ اصل بصراحه 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 انا وحنف اتخانقنا امبارح مع بعض. يا حلاوتك. او ربنا.
وجاية تقوليه دلوقت؟ اتخانقتوا ازاي؟ ابدا، كلمة مني كلمة منه، شتمنا بعض، قال لي ابوك وعيلتك، قلت له امك وامين امك. امك وامين امك؟ لا سوري يا ابن المتضايقة، بس وشرف جوز خالتي ما تجيب سيرة البابا. وبعدين؟ بس رحت رميله الدبله في وشه، قلت له مش عايز اشوف خلقتك تاني. يبقى تفتكر هيجي يا بابا؟ وسايبين عزم الناس واشتري طرط وملبس وافرق شربات. سوري يا بابا. واجيب عوالم. سوري يا بابا. وادوخ على المأذون لحد ما لقيته في الساونة. لما قلنا سوري بقى ما تعرفوناش في عشتنا. ما عرفكوش في عشتكم؟ في الكآبة اللي احنا فيها. كآبة؟ وعوك في مراخير القائم بأعمال السفير البلجيكي. دماغنا بتوجعنا. وحاسس واعتذر، وحاسس واعتذر. سوري يا بابا. وبعدين جايه تقولي اتخانقتم. سوري بقى وخلاص. خليكوا ليه بيت. سوري يا بابا. سوري يا بابا. سوري يا بابا. سوري. هقول هقطع رقبتك. هقول يا بابا. هقطع رقبتك. هقول اصله حاول يمسك ايدي يا بابا. يمسك ايدك؟ ايدك بس او ربنا بس؟ له من ساعة ما خطبك من 7 سنين. ما كانش لسه مسك ايدك؟ يستجري؟ ده انا كنت قطعتها له. غريبة، ولا يحبكش يمسكها ليلة الدخلة؟ لازم كان عايز يعمل بروفة. قولي لي يا لوزة. نعم يا بابا. وامسكها ازاي بالضبط؟ ابدا يا بابا. كنا ماشيين في الشارع كده وفي عربيات ماشية بسرعة كتير، وفجأة راح ماسك ايدي قال ايه بيعديني. يا سلام. او ربنا. ودي فيها ايه؟ فيها ايه بتدفهم؟ ازاي يا بابا ده امسكها واتكى عليها بالقوي. ما يقصدش، ده هو اللي جنس. فيها ايه؟ كنت سيبيه يمسكها يا فوزية، يعني هياكل منها حتة؟ ده حتى ايدي كان شاف من ايده. ويمسك ايدي بمناسبة ايه وانا لسه ما بقيتش على ذمته؟ طب اتفضل اهو ما جاش اهو، تقدر تقولي كانت تبقى ايه سمعتي دلوقتي لو كنت سبته يمسكها؟ يا ما شاء الله، سمعتنا دلوقتي اللي في السماء. اودي وشي فين من الناس؟ مدير الجامعه ومعه لفيف من الاساتذه يقولوا عليا ايه؟ ليه ما سبتهوش يمسكها فوزية؟ خليه يمسكها، يمكن كانت تطرف ايده. مش حضرتك اللي ربيتنا على كده يا بابا؟ مش كنت بتقول لنا اوعوا حد غريب يكلمكم يا بنات، اوعوا حد يسقيكوا حاجه وتشربوها يا بنات، لو راجل قرب منكم صوتوا لهم عليه الناس يا بنات، مش ده اللي كنت بتقوله يا اخويا؟ ده لما كنت صغيرين يا بنت العبيطه. تعالي تعالي. انت قلت ايه؟ اوعى تكوني لما مسك ايدك صوتي. لميتي على الناس يا فوزية؟ لا يا بابا، الناس هي اللي اتلمت لوحدها. كده هو يا بابا، كده هو أمم قال لهم دي مراتي يا ناس، يا عالم دي مراتي. الناس قالت ها؟
انا قلت لهم كدافة اصل وشه انا مش مراته. الناس قالت هيه وهجمت كالتطار وعينك ما تشوف الا النور يا بابا. لقيت حنفي ده بتكوم على الارض. متكوم على الارض او ربنا. لا انت اللي ضربتيه. لا يا بابا مش انا، دي الجماهير الغفيره. كان عليه حته منظر يا بابا وهو متكوم. يا لهوي بالي، حنفيه دم سايحه منه والناس عماله تجيب بن وتكتم فيه، وانا جبت تراب ادلقيه والناس تصوت ونضحك تصوت ونضحك. او ربنا. وعايزاه يجي يا فوزية. يجي فين يا حبيبتي؟ ده انا اللي جات لي نصيبة طرط وشربات ومأذون وحسس واعتذر وحسس واعتذر. سوري يا بابا، ما تقهرش نفسك ابدا. اذا كان علي انا مش عايزاه غرفة 60 داهية. يلا بقى. والفضيحة مالها يا بابا؟ الفضيحة اللي هتحصل. مالها؟ مدير الجامعة ومعه لفيف من الاساتذة. هيقولوا علي ايه؟ ايه؟ وإذا سكت مدير الجامعة اللفيف هيقول إيه؟ وسمعة إخواتك، سمعة إخواتك اللي هيبوروا بسببك وقعدوا في أرابيزي، كلنا هنبور بسببك يا فوزية. أشوف فيك يوم ربنا ينتقم لي من حباب عينيكي واحدة عرسها سابها ليلة الفرح. أكيد الناس هتقول عرف عنها حاجة بطالة. صح؟ جاوبي صح. وربنا صح. ولما هو ربنا صح، ولما هو ربنا صح، كنت سيبيه، كنت سيبيه مسكها. العريس وصل، العريس وصل يا ماما. وصل؟ ايوه يا بابا. ايوه يا بابا. وصل 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 وصل. شفت يا بابا هو بيستلم على المعازيم وجاي على هنا. فوزية مبروك يا اختي، الف الف مبروك. فوزية فيفي مالك يا حبيبتي مالك؟ العريس باينه وصل. يا فيفي وصل وصل. اللي وصل 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 مع انه ما كان وصل. احمدك واشكر فضلك يا رب. مبروك يا حنك، مبروك يا عريس. ارجعي يا بنت خطوتين لورا عشان تكوني في استقبال عريسك. ارجعي. انا جيت اهو. ايه تاخرت عليكم؟ ما لسه بدري يا ساعه البيت. وانت يهمك الجاريه اللي امك اشتريتها لك؟ فوزية ايه امسكي اعصابك. ماسكه يا بابا ماسكه. مش كده امال؟ الله، الراجل في بيتنا يقول علينا ايه؟ ايه خدامين امك احنا عشان نستناك 6 ساعات. سلام عليكم. لا يا دينا يا ولد، فين ده كله يا فندم؟ هكون فين يعني يا عمي؟ في شغلي طبعا. شغل؟ في حد في الدنيا يشتغل اللي اتفرح واللي اتجوازه؟ وفيها ايه يا عمي؟ هو الشغل عيب؟ والجواز ده مش شغل؟ مش عايز استعداد؟ مش عايز تجهيز؟ ثم شغل ايه للحد دلوقتي؟ ما انا اصلي النهارده مطبق ورديتين في الشغل يا عمي. كمان مطبق ورديتين؟ امال اسيب الاوفر تايم دي عليا؟ مش قادر تديني خبر في التليفون انك هتتنيل هتتاخر. هو ده بس اللي همك؟ ده بيقول لك مطبق ورديتين. مش هي دي المشكله يا بابا؟ لا هي دي المشكله. مطبق ورديتين يعني تروح بيتك وترتاح. عن اذنك يا بابا. اتفضلي يا هاني اتفضلي. عن اذنك. الورديه الثانيه بتخلص الساعه 8. ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا حنفي؟ يا حنفي ده انا استويت يا حنفي استويت. الشوارع كلها زحمه، وقعدت ساعتين عقبال ما جه الاتوبيس. اتوبيس اتوبيس اتوبيس.
في عريس في الدنيا يروح لعروسته ليله فرحه راكب اتوبيس؟ دي لوحدها ورديه ثالثه. عن اذنك يا بابا. اتفضلي يا هانا. اتفضلي. معقوله يا حانة في تقف ساعتين ما تلاقيش ولا اتوبيس؟ لا فات اتوبيسات كتيره قوي كلهم فاضيين بس من المتذكره بشلل. حنفي مستخسر في نفسك قرشين ساغ زياده. وامتى ليله فرحك ليله دخلتك؟ كويس المنظر اللي انت جاي بيه ده. طبعا هتقول لي ما لحقتش البس. البس؟ اه ما انا لابس اهو يا عم. لابس الفرح يتلبس له بدله يا استاذ. انت جاي ببجامه. بجامه؟ دي بجامه يا عمي؟ دي بدله. دي بدله؟ ايوه بس حضرتك عارف زنقه الاتوبيسات، انما لو شفتها وهي مكويه اخر عظمه. قصدك من يوم ما اشتريتها من 7 سنين؟ لا سته. سته بقى لها 6 سنين ما انكوتش. اصلها كوتش. ثم حضرتك عارف ان انا طول عمري بحط القرش على القرش بقرشين وقرشين على قرشين يبقى 4، وما كنتش اتبقها من دلوقتي مش هنعرف نعيش بماهيتنا يا عم. يا اخي لما تجوع ابو تعالوا كلوا عندي يا اخي. يا عمي خلي الطبق مستور، انت لاقي تاكل. هخبطك على نفوخك. لا مؤاخذه يا عمي، انا قصدي لما نجوع احسن ما نمد ايدينا للي ما يسواش. ولد اسف يا عمي، مش ليله جوازي متلخبطت بقى يا عمي. حضرتك عارف ان انا طول عمري بحب اعتمد على نفسي بنفسي، وحضرتك قبلتني على كده. تقوم تطبق ورديتين يا حنفي ليله دخلتك؟ وفيها ايه يا عمي؟ ما الايام جايه كتير وقدامنا العمر كله. ثم انا خدت اجازه جواز من الشغل 3 ايام. 3 ايام. 3 ايام. شهر العسل في الدنيا بحالها 30 يوم. تختصر انت وتختزل وتقصه لثلاث ايام؟ ايه كتير يا عمي؟ ده اسراف يا ابني. 3 ايام داخل فيهم بكره اللي هو الجمعه طبعا. ايوه يا عمي. وصباح السبت اجازه بمناسبه راس السنه. كل سنه وانت راس يا عمي. وانت طيب. يعني هتاخد لحد اجازه بس يا حنفي؟ لا هروح الصبح حمدي واخد اذن ساعه رضاعه. حنفي يا ابن سليت، قدامك 3 دقايق حمسك فيهم أعصابي قسماً عظماً. إن ملحقتش تكتب كتابك على البت دي أنا هرجع في كلام نهائي. ورايا على المأذون، الراجل مستني بقاله ساعتين. ورايا إيه ده؟ وأبوك ماله مزرجن ومطلع زرابين علينا ليه كده؟ دمنا ناشف، افتكرناك ما انتش جاي وهتفقعنا زومبا. زومبا؟ آه. ومجيش ليه؟ كون يعني اتقمصت كده من علقه ليله امبارح. شفتني وانا بزقلك بالطوب مع العيال؟ بالعكس، عارفه لولا زقلتيني بالطوب وزوطتي ولميتي الناس علينا لما مسكت ايدك يمكن ما كنتش جيت فعلا. يا سيدي على فقر اهلك. عزية شيل ايدك. الله خليه يمسكها يا فوزية. يا بابا. اطلع روح لغايه ما يطلقني، وساعتها ابقى حره بحق وحقيقي. استنى عليا يا سامح. عارف
استاذ سامح، استاذ سامح تعال لي هنا يا استاذ، يلا بخطوه سريعه. استاذ سامح، اذا كنت مصمم انك تتجوزني انا ليا شروط. اولا العصمه لازم تكون في ايدي. قلت ايه؟ طب وماله، خلي العصمه في ايدك بدل الشبكه. ثانية، كل واحد فينا تكون له اوضه نوم مستقله. ايه قلت ايه؟ كل واحد فينا اوضه نوم مستقله. ايوه. مش هنلعب عرايس؟ بقول لك اكتم اكتم خالص، اسمع وبس. سلاسا بقى، ما حدش فينا يسال التاني كان فين او اتاخر فين او بات امبارح فين. قلت ايه بدي بقى؟ ده احنا نبقى صيع كده لا مؤاخذه يا احمد. تقول حاضر وبس. حاضر وايه؟ حاضر وبس واللي يشوفه الدكتور رأفت. شاطر. انا ولا قلت لها اتجوزك ولا اي حاجه. اكتم. بس انا لو سمحتي ولا اسمع صوتك ولا تحط منطق ولا نفس ولا كلمه ولا حرف. تكتم. الدكتور رأفت. جواز يا اخوانا، عيلة كتبوا كتابك انا قوت عيني، فكرتني بالمرحومة امها لواحظ هانم، كانت الله يرحمها تعز النكد زي عينيها. فوزية طلع لامها حتة من امها، مقطوعة من امها. يا سلام، اخيرا كتبنا كتابك يا لوزة. كانت محجرة شوية، لا شوية كانت محجرة قوي، انما الحمد لله ربنا سهلها لها. حنفي كمان ابن حلال، لابس عفريتة صحيح انما طيب. يا سلام، اشوف نفسي انا بقى اكلم عصمت او لها الاخبار. عصومة حبيبتي. عقبال اولادكم يا سيدي، اقدم الشربات بنفسي والله. ما شاء الله، ناس اكابر ناس كمل. السحنة دي انا شفتها فين؟ في الجيزة، في الجيزة كان الحارس بيأكله. ثمانية واحد صفر ستة ستة صفر. ألو. ألو. أيوة يا ستي، أنا رأفت. رأفت؟ يا قمر، خلاص خلص من البنت الكبيره، كتبنا الكتاب والله العظيم، كتبنا الكتاب. شفتي مش قلت لك كل حاجه هتتسال؟ الحمد لله. يعني هتكلم بابايا امتى؟ لا خلاص بقى، العريس اللي رسم عليه للبنت ناديه الوسطانيه اسمه سامح عبد الشكور، معيد عندي في قسم الحشرات، نظره ضعيف شويه انما كفء، طلب يكلمني. والبنت سوسو الصغيره. يا نسبتي. ايه؟ انا لسه هستنى الصغيره كمان. ما يا حبيبتي ما اقدرش اتجوزك قبل ما اخطب لهم على الاقل، ولا عايزاهم يعرفوا ان ابوهم بيحب. يا سلام، وفيها ايه؟ فيها ايه؟ هو حبنا عيب؟ لا يا روحي، حبنا احنا مش عيب، انما افرض البنات عملوا زيي هم ازاي اقابلهم بقاني وش؟ ماليش دعوه يا سيدي، شوف لك حل. اسمع بقى، انا عايزه اقول لك حاجه. ايه بس؟ في عريس غيرك متقدم لي ومش عارفه اقول لبابايا ايه. طب ما زعليش، هخلص من البنت الوسطانيه ناديه وسوسو تقعد معانا في البيت لحد ما يجي لها العدل. ماشي يا حياتي. طيب. على فكره عجبك بوكيه الورد اللي بعتهولك؟ يجنن. صحيح انا لسه ما شفتوش، انما انا متاكد من ذوقك. بقول ايه، انا هنزل الجنينه دلوقتي اسلم على المعازيم. اقفل انت دلوقتي وانا اطلبك بعدين. يلا. لا اقفل انت الاول. لا اقفل انت الاول. طب بقول ايه، تيجي نقفل احنا الاثنين سوا؟ ايوه. واحد اتنين هوبا. ما قفلتش ليه؟
باي باي يا اختي، باي باي يا اختي، يا اختي يا اختي يا اختي. اخ كتبوا كتابك يا بنت. تعالي انت واقفه هنا من امتى؟ لسه جايه حالا. طب مش كحي وانت داخله؟ متاسفه يا بابا. ايه انت مقموصه كده ليه؟ مالك؟ ايه انت لسه زعلانه؟ ما زعليش، مستعد اجوزك ان شاء الله الليالي، بس انت جدعانه. روقي بقى، روقي يا بنت، روقي بقى يا بنت. ده مش كلام يا دكتور. ايه في ايه؟ العريس والعروسه مالك ماسكين في خناقه بعض قدام المعازيم. ازاي الكلام؟ زي ما بقول لسيادتك كده، هي ماسكاه من زمره رقبته وهو بيدعى لسلسفين ابوها. سلسفين ابوها؟ ومستعجلين على الخناق ليه؟ ما قدامهم العمر كله. ما اظنش يا فندم، لان هم مصممين على الطلاق دلوقتي. طلاق؟ ولعب عيال؟ تعالى ورايا فوزيه. بقى كده حصلت تجيب لي مرات اب عايز تتجوز عليا، وكمان بتعرفها بقالك سنين ومستغفلني. طيب طيب يا دكتور رافض، انا مش عارف في طريق سعادتك، لكن هسيب لك البيت باللي فيه. مش عايزاه، طلعوني منه. مش عايزاه، مش عايزاه. انا بقول لكم مش عايزاه، مش عايزاه يا بابا. يا بابا مش عايزاه. وبعدين افضل ماسك ديلك كده ده من ناسك. وبعدين فوزية. ايوه يا اخي مارس حقوقك بقى يا اخي. احترم نفسيك يا فوزية. انا عامل احترام عشان خاطر ابوكي. ميرسي يا حنفي. بعدين هطبعها على دماغ اللي خلفوكي. هخبطك على نفوخك. ايه بتهددنا؟ خش لي هدومك يا بت. حاضر يا بابا. هدوم ايه يا بابا؟ ما تصدقيش، ما تصدقيش يا عمي. يا عمي حضرتك مش فاهم يا عمي. هشوف هسورك. مش كفايه قبلناك وانت جاي مطبق ورديتين؟ اخرت المتامه تعمل عملتك السوداء قدام المعازيم وتفضحنا. انا اللي عملت عمله سوداء يا عمي؟ هخرم عينك. ما انتش فاكر عملت ايه؟ طبعا ما انتش جريان. عملت ايه؟ مش جريان يا فوزيه، عمل ايه؟ اه ما هو بالله من حسب بعد عنك. هو عمل ايه؟ قال ايه يا بابا؟ قال ايه؟ قال بيشك فيا. بتشك بنتي؟ ده توعيتك سوداء دي، حد يشك فيها دي؟ ايه يا بابا ده؟ متأسف. ايه يا بابا ده؟ متأسف. يا عمي. ايوه يا عمي حضرتك حط نفسك مكاني. لا ما احطش نفسي مكانك، انت راجل مغفل وانا مالي. مغفل؟ اه طبعا طبعا مغفل، وستين مغفل كمان. لما في ليله جوازي واحد يبعت لمراتي بكوي ورد ومعاه كارت مكتوب عليه كلام غرامي، يبقى يخبطك على نفوخك. انا بنتي تعرف رجاله؟ ده شكل حد يبعت له ورد ده؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. هتخرج واحد جنبك. نسيت والله. اهو الكارت اهو. ايوه الف مبروك يا حبي الوحيد. ولا حاجه، مفيهاش حاجه. ايه يعني؟ حتى نتقي لك اشواقي وقبلاتي. عادي جدا ولا حاجه. والنادل ماضي اسمه بكل وقاحه. ماضي ايه؟ عصمت. ايه يعني عصمت؟ حصل لبس. حصل لبس. قلت لك يا حنفي انا معرفش حد بالاسم ده. امال الكارت ده جاي لمين؟ جاي لامي. ما تقلش ادبك يا حنفي، احسن وراس ابويا. اقلع عملت واطلع لك بره. لا فوزية، فوزية يا فوزية. سيبني عليك يا فوزية. يا بابا سيبني عليك. يا بابا سيبني. من هناك، من هناك يا حنف، يا حنف. ايوه يا عم. مش جايز عصمت دي، مش راجل. يعني هتكون واحده ست؟ جايز. في واحده ست في الدنيا تكتب الواحده ست كلام خليع بالشكل ده؟ دي تبقى ست خليعة ومنخلعة. لا 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 كلام. ايه انت تعرفها يا عمي؟ انا معرفهاش، بس خلاص تكون ست. خلاص لو سمحت كتب انت خالص. كتب. دي مراتي وانا حر فيها. بابا يا حنفي وعدك منيله بستين نيله. بس يا فوزي. يا بابا. نعم. ده بيهزقك. معلش يا فوزي. الله يسامحه، الله يسامحه. لا يمكن، لازم يطلع. عشان خاف. لا لازم يطلع. عشان خاف. لازم يطلع. بس خد يا فوزي. يا بابا سيبني عليك. يا بنت عدي، يا بنت عدي. تعالى صالح مراتك، تعالى صالح مراتك. الو 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 بابا، 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 بابا،
فين الاول؟ يا عم خش واحنا بنسرق. ايه ما جيتيش المدرسه النهارده ليه؟ ها الشله كانت بتسال عليك. اصل يا سيدي الواد المعيد كان جاي يخطب ست ناديه الليل، وانا بقى كان عليا الدور في تنظيف البيت. الله، مش ده الواد اللي انت كنت حاطه عينك عليه؟ كن الواحد نفسه سدت عن الجواز يا محسن يا اخويا. طب ما تيجي نروح الفيلم بتاع الواد ترافولتا من حفله سته. ايوه يا عم، انت مالي القلل ومروق الاناني ومريح العظمتين، مين قدك يا سيدي؟ ايه لسه برضه شايله هم ابوكي؟ والله مغلبني معايا محسن. طلعت في دماغي اسيب له البيت باللي فيه يتهنى مع الست عصمت بتاعته، وبعدين رجعت قلت لنفسي لا، ده بيت انا، ولو جت تعتبه اكسر لها رجلها. وهو لسه محدش عارف من اخواتك؟ ابدا، ما هو ليله الفرح. بابا فهمهم ان عصمت اللي بعتت الورد ده يبقى راجل صاحبه مش ست. وانا بقى ما رضيتش اخليهم يتصدموا في ابوهم. وهو هيفضل يدار لحد امتى؟ لحد ما ناديه تتخطب ولزقنا انا في اي راجل. لكن على مين يابا؟ انا هعنس له، انا بقى اللي قاعده في قرابيزه. ما تنشف ياه. انا بستغرب والله يا سوسه، هاد يعمل كده وفسنهم؟ طش ابهات بقى، شاطرين يحاسبونا احنا. ما هو لو كنت صاحبتيه كان قالك على اسراره وقدرت تتوجهيه. مفيش فايده، مفيش فايده يا محسن يا اخويا، ده ابويا وانا عارفاه من ايام ما كنت قد كده اهو، مخه ناشف ما بيسمعش الكلام، هيقول لي دي حريتي الشخصيه وانا مش صغير. كله من تحت راس الزفت التلفزيون، هو اللي بوظ عقولهم. ايوه احنا اللي سيبنا لهم الحب. ايوه ما قلت لك يا محسن يا اخويا، ده جيل ما فيهوش امل، جيل اناني عايز يكوش على كل حاجه لنفسه. أيوة. لا خلوا لنا شقه نسكن فيها. ايوه ولا شغلانه عدله نشتغلها. صح، ولا حتى مكان نقف فيه في الاوتوبيس. اخ لو كان واحد يقدر يسافر على اوروبا. يا ريت يا محسن يا اخويا. لكن ما قلتليش هتصرف ازاي مع ابوكي؟ ما تخافش يهدك، انا هعرف ازاي احميه من نفسي. لكن قول لي انت الاول، عامل ايه مع البنت بتاعتك؟ اسكتي. ايه رحت لها المدرسه امبارح؟ ايوه يا سيدي، سمعته الليله في التليفون قال ايه؟ بدي ميعاد للست عصمت في كازينو القمر. اخس ده بتاع المراهقين ده. ايوه بتاع المراهقين. يا انا ربحك من جوه. انا ابتك، انا اقطع رقبتك. ايه يا عم بس؟ ايه اللي جابك هنا؟ انا بقى ايه اللي جابك هنا؟ انا بص، انا بص. ايوه انا كل ما اكلمك تقول لي انا بص. انا بص ليه؟ ايه اللي انا بص له؟ يا عمي انا أيوة. انا بص، انا جاي استلف لك فلوس الحساب يا عمي. كذاب يا بابا، ده كان جاي يعزمني اروح معاه كازينو. كازينو؟ انا هي دي بتاعت كازينو؟ هات ايه كلمه كازينو بقى. انا مبوق منك ومفقوع منك، وكل ما اكلمك تقول لي انا بص. عم انا بص. عمي ولا عمي وات وات. اما حته نطه الواد ده معقدني بالنطه. ادي يا نطه زي بتوع السيما. يلا ادي يا بابا. يا هي حصلت يعزمك في كازينوهات؟ وانا مالي، هو اللي قال لي تعالي معايا نروح كازينو القمر. كمان ما لقاش الا كازينو ايه؟ القمر يا والدي، حضرتك تعرفه؟ عارفه لو عتبت هناك هكسر رقبتك. طبعا غلطتي، المفروض تنبهيه ما يروحش اماكن البطاله دي. طب حبوس ابعدي، بلاش مياصه وقله حياة ودلع بنات. والله لا اكون ملزقك لاول راجل يخبط على الباب، انا هعرف اربيك ازاي وهعرف اخليكي تمشي على العجل. بس ابعد انت يا ست ناديه. ايوه يا بابا. خلصت لبس ولا لسه؟ ايوه بابا خلصت اهو. ما انا عارفك تقفي قدام المرايه 6 اشهر. لا يا فندم، انا مش بتاعت مرايات، سوسو هي اللي بتاعت المرايات يا بابا. انا لبست اهو، بس يكون في علم حضرتك انا مش هقابل اللي اسمه سامح ده. مش هتقابلي سامح؟ يعني ايه؟ يعني سبق وقلت لك يا بابا انا رافضه الجواز منه رافضه مطلقا. رافضه الجواز منه رافضه مطلقا؟ تكونيش فاهمه انه واقع في دباديبك. انا بقالي شهرين بزن عليه، والنهارده بالذات مديله ميعاد بحجه رساله الماجستير بتاعته، ويا عالم اذا كان هيوافق ولا لا. ما بصراحه يا بابا
ايه بصراحة ايه؟ انا لا يمكن اتجوز واحد اختي بتحبه. اختك بتحبه؟ ايوة يا بابا. اختك مين؟ فوزية من الحنفي؟ لا سوسو يا بابا. سوسو تعالت. انا يا دوب كنت بس تلطفه، بس مجرد تلطف وراح لحاله خلاص. وما لقيتيش غير خطيب اختك تلطفيه قلت الحياة. وانا كنت بشم على ظهر ايدي ان حضرتك بترسم على النادية. انا افتكرته مش بتاع حد. مش بتاع حد؟ ليه سبيل؟ بس انا بصراحة كده ما اقدرش اضيع عريس لقطة زي ده. عنده شقة مطرحين وصالة وعفشة مية، يعني على بلاطة كده واحدة فيكم لازم تتجوزه. متشكرة قوي يا بابا، انا عن نفسي متنازلة عنه لاختي سوسو. لا والله انا اللي متنازلة لك عنه. ولا يستحيل اخد حاجة ما تخصنيش. وانا ما اقدرش اكل لقمة حد بصلي فيها. هي عزومة يا بنت انت وهي؟ خلصوني، الراجل زمانه طالع السلم. بنت يا سوسو. نحم. نحم. كهينة كهينة. تعالي هنا يا بنت. نحم يا بابا. حضرتك حيسني؟ حيسي. انت يا مقصوفة الرقبة مش كنت حتبيضي على الجواز؟ كنت. انا لسه صغيرة يا بابا لما كملت تعليمي الاول. واحنا يعني خلاص هنتجوز ونخلف في الليلة؟ كفاية خطوبة ربط كلام. قولوا بقى انكم عايزين تخلصوا مني ولا مش قادرين على مصاريفي؟ انت مش قادرين على مصاريفي؟ قولوا كده وريحوني بقى. يا ماما تعالي شوفي الشيف اللي بيكلمني في البيت اللي انا فيه ده. يعني انت ما فيش حد من عينك؟ طب انا قلت هتجوزيه ما هتجوزيه. بس حاضر جك عمى في عينك. حاضر حاضر ورجلك فوق رقبتك. متشكره جدا يا دكتور رافض. ودينا طفش هول طفشيه على رقبتك. متشكره جدا يا دكتور رافض. ودينا ضربه البيت على نفوخته كلكم حته حته. منا 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 انا مالي بقى الحمد ده كله يا ربي. منا 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 معلش انا وانت قدام الطويل يا دكتور رافض. منا 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 انا صاحبه اتجوز في سيخه. منا 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 ايه منا 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 دي اللي تقولها؟ دي لغه حديثه متطوره خاصه بسوسو يا بابا. انا تقول لي منا 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 منا؟ انا مش غيظني غير ان الواد سامح هيفتكر دلوقتي انه ماشي كلمته عليا، لكن اعملي حسابك انت رغره. لا سوسو مش هتتخطب رسمي الا ما اكون شايفتك انت كمان عريس. اظن واضح. واضح فندم. انا تقول لي منا 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 منا؟ طيب يا سوسو حاضر. الو مين يا فندم؟ ناديه وحشتيني يا حبيبتي. كريم وانت كمان. اوعي تقبلي العريس يا ناديه. بس ما قلت كنت احب غيرك انت. مين اللي بيتكلم يا نادي؟ الو مين اللي بيتكلم؟ ما تقفليش السك. ما حدش بيرد يا بابا. وريني. ما حدش راضي يرد. وريني. حاضر. وريني. الو الحاج عبد الموجود موجود؟ يعني اعمل فيك ايه؟ تبعتي 6 كيلو سمك وجمبري بس ما تتاخرش. ست عقارب يسموا بدنك ويهروا جتتك. الحاج عبد الموجود موجود. الحاج عبد الموجود موجود. هو برضو الجدع بتاع السمك والجمبري يا بابا؟ حاجه تجنن حاجه تفلق. بابا ما يكونش قصد يعني عكس مقصوفه الرقبه سوسو. تكونيش فهماني مغفل ولا ايه؟ امال يعني هيكون بيعكس مين بس يا بابا؟ هي دي حاجه عايزه نبها بيعكسنا انا طبعا. اقطع دراعي ان مكان ده واد من تلامذتي الخسرانين الفزانين اللي بسقطهم دايما في الامتحانات وبيعكسني فبيضرب لي تليفون. لا يا دكتور رأفت ما اعتقدش. اسكت انت يا نادية هتفضلي طول عمرك هبلة وعلى نياتك. ده لو بيعكس حد فيكم كان اول ما يسمع صوتي يقفل السكة، لكن ده يقعد يقول لي ابعت لي سمك وجمبري، ابعت لي كباب وكفتة. والمرة دي بقى قال لحضرتك سمك وجمبري ولا كباب وكفتة؟ لا قال لي سمك وجمبري. قال 100 مرة اقول له بلاش نتقابل في جنينة الاسماك. بابا وقال لحضرتك عايز كم كيلو بالظبط؟ كم كيلو بالظبط يا دكتور؟ قال لي 6 كيلو. ما فاضلش غير نص كيلو. طب بابا
نعم. عن اذنك بقى يا بابا. ايه انت خارجه؟ ايوه عندي مقابله مع زميله. طب بسرعه ما تاخريش. حاضر يا بابا. هاي بقول لحضرتك ايه؟ نعم. من فضلك يا بابا بلاش تزعل نفسك، اذا الجدع الرزل ده بتعب موجود موجود وسيبك اتصل بيك في التليفون تاني وابقى ريح روحك، قول له خلاص يا سيدي بعت لك الطلب هتلاقيه ارتاح. وقفل التليفون. يا حبيبتي يا نادية، أميرة أميرة عايزة تريح أبوها. حاضر يا حبيبتي من عناية. سلام يا بابا. سلامة سلامة. يا سلام، نادية دي بنت حلال مصفي حقيقي، على خلق، بنت على خلق، أنا خلفت وربيت. ونعم الأخلاق يا نادية، ونعم الأخلاق. برافو يا بنتي، برافو. هايل هايل هايل. ألو الحاج عبد الموجود موجود؟ أيوة يا سيدي، الحاج بيسلم عليك وبيقول لك الطلب بتاعك بعت وزمانه بالسكة. يلزم خدمة تانية يا برم. متشكر متشكر قوي يا عمي. اسف على الازعاج. العفو يا سيدي، انت تؤمره بس. مع السلامه. الله العظيم لك. الناس دي ما فيش وراها الا قله الراحه اول مره يقول لي يا عمي، اول مره يبقى مؤدب. البت ناديه دي عليها ذكاء. الو هل هل ايه ده؟ ده جرس الباب يا سوسو. نعم يا بابا. تعالي شوفي مين اللي على الباب. ده لازم الاستاذ فتحي الباب يا بابا. استاذ فتحي الباب؟ ايوه يا فندم، ده ميعاد الدرس بتاعه. طب بسرعه علشان سامح زمانه جاي. سامح؟ وانا طالع لغايه اوضتي. حاضر يا بابا. الحاج عبد الموجود موجود، الحاج عبد الموجود موجود. ضحكت عليه ضحكه. اتفضل يا استاذ. لو سمحت يا انسه يا سوسو. افتحي كتاب النصوص صفحه 25 على قصيده عمر بن ابي ربيعه في وصف الثريا. شوف يا ست بقى، الحبيبه بتوع زمان كانوا فايقين ورايقين وبيكتبوا شعر ويقولوا ايه؟ من رسولي الى الثريا فاني. انا مهلك شويه يا استاذ. هو انا لسه نطعت بكلمه؟ ثانيا انت عارفه ان الحصه بتاعتك مدتها ساعه بالكمال والتمام، وكل ثانيه بتمر فده محسوب من وقتك يا انس. اتفضل يا استاذ. سلبتني مجاجه المسك عقلي فسالوها. ايه ده مالك يا ستي؟ في ايه؟ مفيش يا استاذ، خلينا في الدرس. درس ايه وزفت ايه؟ ده انت دمعتك على خدك يا بنتي. اتكلمي فضفضي، قولي. وادي الساعه نوقفها عشان نحسب الوقت الضايع من الحصه. ايه بقى اللي مزعلك بابا؟ بابا يا استاذ. ايه ده ماله بابا؟ ده راجل طيب. بيضربني. يا خبر، انت تنضربي؟ طب بضربك ليه؟ عايز يخصمني اتجوز راجل ما بحبوش. اخس. عايز يخلص مني. هايه. لا 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 لا، ربنا معروف، بلاش حكاية ايه دي، انا ما استحملهاش خصوصا من واحدة زيك انت. وكل ده عشان مليش ام تراعيني. يا عيني. ولا اخ يحن علي. لا اله الا الله. ولا صديق مخلص يحس بي. صديق مخلص؟ انا؟ انا الصديق المخلص الذي احس بيكي من اول حصه شفتك فيها، وانا مستعد اكلمه وامنعه اني عاملك بالوحشيه دي. لا ارجوك بلاش، انا بس بشهدك. بتشهديني ازاي؟ ده انا اتشهدتها على روحي. ده انت اللي زيك لازم الواحد يعاملها برقه، يعاملها بحنيه، يحطها جوه قلبه، يحطها جوه نمنعنه من جوه. استاذ يا حرام بيت الاستاذ. أستاذ
استاذ. ما سقط وراح سنه اولى الاستاذ. استاذ اهو اخرتها ايه مع الاستاذ؟ خلينا في الدرس. درس واحنا كنا بندرس؟ لخبطت لي مخي ولخبطت حياتي ولخبطت كياني. اصحيح كنا بنقول شعر؟ قال احمد ابن عدويه في وصف اللغه العربيه: السح الدح بوه اد الواد لابوه. استاذ. يا نعم. سؤال. اموري بالاسئله كلها. سؤال يا استاذ. هو حضرتك ما اتجوزتش لغايه دلوقتي ليه؟ اخس، ده سؤال محرج قوي، ولازمته ايه السؤال ده دلوقتي؟ اصلي مستغربه قوي. ليه بقى؟ حضرتك مركزك الادبي خدشير. وبتكسب كتير يا رضا، وحنين وقلبك كبير وفوق ده كله تقطيعك مسمسمه، يبقى لازم في سر. هقول لك ايه واعد لك ايه، صحيح في سر. شوف يا ستي، انا جهزت للجواز اكتر من مره، وكل مره كنت بجهز كل شيء، انما للاسف ما كانش بيحصل فيه لا اسمه ولا نصيب. ليه؟ هما الستات انتصوا في نظرهم للدرجه دي؟ بعد الشر ده انا اللي امتصيت في نظري. اقول كده؟ على كل حال خلاص مفيش فايده، القطر فاتني، انا عديت الخمسين. 50؟ اوي كحيتي 50 بس؟ اه والله. ده انت لسه في عز شبابك. ايه ايه؟ طب ده انا اعرف واحد في سنك وبناته لسه بيتجوزوا وهو عايز يتجوز كده اهو. كده اهو. يعني انت متاكده بنظرتك الفاحصه العالمه في عالم الرجال ان انا شخصيا لسه ما عنستش؟ ابدا ابدا، ده انت تتمناك اي بنت. فين هي البنت دي؟ ده حتى كفايه تقطيعك المسمسمه. الله يجبر بخاطرك يا قادر يا كريم، بادي تقطيع مسمسمه دي. ايوه بس يا خساره. ايه ايه ايه، اخترتها الخساره دي وانا اصلحها في 5 دقايق الخساره دي. لو كنت بتلبس باروكه. البس باروكه والبس بلغه والبس اللي يعجبك. دي تبقى عليك تجنن. يا سهل هذه يا سوسو، كلامك ده بيحيي الامل في قلبي تاني وبيرجعني عيل. انا عارف، انا بقيت عيل يا سوسو. انا عارف، وهعترف لك انا صراحه مش عارف ادرس لك الالف ونقوص الدره من اول يوم شفتك فيه. بس انا عاوز اقول لك. لا لا لا، حالك حالك، انا ما احبش الحركات دي. حركات ايه بقى يا خيمه؟ ده انا مين انا افهم في حركات ولا محتاجات؟ ده انا غلبان خالص. اسمعي بس. لا بقول لك ايه، احنا هنبصبص ولا ايه؟ لا فشر، انت مش قليل ادب والله العظيم، ده مش قصدي. قصدك ولا مش قصدك؟ انت مالكش حاجه من دي عندي خالص. عندك والدي كلمه هو. يعني خطوبك وهيجي عريس زي فين يا بابا؟ اللهم فك عقدتي يا قادر يا كريم. استاذ وصل. ايوه يا فندم. ازيك يا استاذ فتح الباب؟ الحمد لله سعاده بيك. ازاي صحتك؟ الحمد لله رضا. مقصوفه الرقبه دي عامله معاك ايه؟ دي على دي يا سعاده البيت. نعم. دي 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 تجنن يا بيه. تجنن؟ ايه، ما بتذاكرش ولا ايه؟ بالعكس يا فندم، دي اخر حلاوه. اخر حلاوه؟ والله، وذوقها هايل بشكل. لو تريحني. طب ما بتريحيش الاستاذ ليه يا بت؟ المهم بتستفيد من علمك وخبرتك على الوجه الاكمل ولا لا؟ بالعكس يا سعاده البيت، انا شخصيا اللي استفدت من علمها ومن خبرتها. يا سلام. والله هي بقت خبيره للدرجه دي؟ خالص يا سعاده البيت. طب على الله بقى تنجح السنه دي وتجيب مجموع. لا ده ان شاء الله يا فندم هتنجح وتجيب 200% وتدخل كليه بيت العدل. بيت العدل؟ دي كلية جديدة افتتحت للبنات الحلوين يا سعادة البيت. اتفضل يا استاذ اتفضل. انا لسه بعد الباب. من هنا يا استاذ. من هنا يا استاذ. اتاريني يا بيه مش واخد بالي من نفسي. واتاريني قال ايه؟ لسه ما عنستش. يا سلام. ايه ده؟ الراجل الهف بنفخه خالص يا ماما. ده ضرب خلاص. وصل طاقة خلاص. لا حول الله. ده سامح. سامح سامح. سامح. انا يا سامح. تعال يا اخي، انت ما تضربش جرس، انت تخش على طول. ازيك يا سام؟ وازاي صحتك؟ قول لي يا سام، تحب تقعد هنا ولا نقعد هنا؟ والله يا فندم نقعد هنا. طب تعال هنا اقعد يا سام. تحب؟ طب اقعد يا سام. قول لي تشرب ايه، شاي ولا حاجه ساقعه؟ اللي تشوفه سعادتك يا فندم. لا انت ضيفي، وعندنا الشاي وعندنا الحاجه الساقعه، انت تحب تشرب ايه؟ وانا اسمع ان العالم يشرب الان حاجه ساقعه حاجه ساقعه حاجه ساقعه. وهو كذلك. يعني يا ريت ابقى زيهم يبقى كويس. وهو كذلك. يا سوسو. نعم يا بابا. 2 قهوه يا سوسو. 2 قهوه يا بابا. ايوه بسرعه. حاضر يا فندم. ثواني يا بابا هتكون عندك. استنى يا سوسو. استنى، انت بتشربها ايه؟ انا ما بشربهاش خالص.
زي بالظبط. انا راخر وما بشربهاش الا على الريحه. ادينا قهوه على الريحه يا سوسو. حاضر يا بابا. بسرعه. استنى عليا. ايه ده فيه؟ ايه اللي جابك هنا؟ لا ما فيش يا فندم، ده بس حبه هوا وقعوني هنا بس. سامح انا بعت لك يا سامح علشان ابشرك ان بخصوص الموضوع اللي كنا اتكلمنا فيه، فاكره؟ فاكره. الموضوع الكونفيدنشال، انا خلاص وافقت، وافقت علشان انت يا واد عرفت تنقي تمام. متشكر جدا يا فندم. العفو يا سامح. الفضل يرجع اليك يا فندم. يا راجل ما عملتش حاجه. ازاي يا فندم؟ ده سعادتك الخير والبركه. يا اخي ده انت ابني، ابني يا سامح. يا فندم يكفي ان سعادتك اللي شجعتني ان انا اختارها. لا ما تقولش الكلام ده يا سامح، ما تقولش ده، انا ما عزش عنك حاجه ابدا. الله يخليك. والله يا فندم ده انا كنت قرفان منها قوي، منها قذره وريحتها وحشه، انما توكلت على الله بقى، هنعمل ايه يعني؟ خلاص ها. هي مين اللي قذره وريحتها وحشه دي؟ ذبابه الفاكهه. موضوع رساله. سيب هبابه الفاكهه دي يا اخي. احضرني يا سامح، احضرني يا اخي. كل يوم بتاكد لي ان حد في عيلتكم كان متخلف. طب تسمح لنا يا فندم؟ اسمح لك؟ ايه الجليطه دي يا استاذ؟ والبنت المسكينه اللي بتعمل قهوه دي اسيبها تتفلق؟ بالذوق هشربها لك، بالعافيه هشربها لك. يا دكتور انا مش قصدي اسمح لي استاذن. امال ايه؟ اسمح لي نتكلم في موضوع تاني. اذا كان كده تعال. انا كنت سبق وطلبت ايد الانسه سوسو. سوسو يا هناه اللي يتجوز سوسو، يا سعد اللي ياخد سوسو. سوسو هو انا خلفت الا سوسو يا سامح؟ سامح. نعم. بعد الرساله الهائله بتاعتك دي انا ما اقدرش ارفض لك طلب. متشكر جدا يا فندم. العفو. وحيس كده. ايوه اسمح لي اتقدم واطلب ايد الانسه ناديه. ناديه؟ ايوه يا فندم. انا امعنت التفكير في كلام سيادتك. أيوة. انا لقيت ان عند سيادتك بعد نظر، اما قلت لي ان ناديه هي اللي تناسبني اكتر. ومالها سوسو؟ مالها سوسو؟ مالها سوسو؟ وده كان راي سعادتك في الاول يا فندم. وانت ما يبقى لكش راي خاص بيك ليه؟ هتفضل تلدول ورا اراء الاخرين؟ اطلع من هدومي منك يا اخي. ما هو مظبوط كلام سعادتك يا فندم. بس انا بس ايه؟ احنا خدامين ابوك، مره سوسو مره ناديه، شر الطماطم بتنقي فيها. عيبها ايه سوسو؟ اتحداك لو تطلع لي فيها عيب واحد. القهوه. حاسبي يا بنت، سرعت الولد. لا مؤاخذه يا ولد. ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه هشوف له الفنجان. حد بيعمل كده؟ حد بيعمل كده النهارده؟ اهي اتفضل. قول لها من ايد ما نعدمهاش، من ايد ما نمسكهاش. اخي يا اخي يا اخي. الو. الو. ايوه. الله انت ما نزلتش يا رأفت؟ حاضر يا دكتور خليفه، حاضر. خليك معايا لحظه بس، حنقل التليفون. خليك معايا، اوعى تقفل السكه، حنقل التليفون. خليك معايا. لا مؤاخذه يا سامح، لا مؤاخذه، اصل في مكالمه مهمه قوي جايه لي من موزمبيق، هخلصها واجيلك. اهلا. اهلا. انس. الله ينسى. منور بوجودك. اشرب. طيب يا دي سادة، اصلي ما عندنا السكر. طعمها غريب قوي. اصلي ما عندناش بن. نعم. امال ايه اللي في ال غرزة خروة. كويس. هايل هايل. اهلا. اهلا. اللي قول يا استاذ سامح. افندم عندك فكرة عن الكاراتيه؟ ايوه امال يا فندم، مش هو بتاع اهلا اهلا كاراتيه؟ طعمك حلو. لا مش هو ده. امال ايه الكاراتيه ده؟ شرب؟ لا رياضة. رياضة؟ ما بتلعبش رياضة ابدا. ازاي يا فندم؟ ده احنا كنا في الجامعة عاملين فريق وكنا بنلعب رياضة كلنا يا فندم. تلعبوا رياضة؟ ايوه. تلعبوا ايه؟ كنا بنلعب صلح، نقف كده ونقعد نلعب صلح. بس؟ بس امال لو حد ضربك مثلا هتدافع عن نفسك ازاي؟ لا ما انا عمري في حياتي ما اتضربت. ايوه بس لا
فكره، مش يمكن تنضرب. انا ما بعملش حاجه لحد عشان يضربني، انا كويس. اهلا. معلش يا شاب. معلش يا سامح. تعال 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 يا سامح. خبر اسكت. سامح قوم يا سامح، قوم يا سامح. سامح خرابي، قوم يا سامح. سامح قوم يا سامح. ايه ده؟ انت ايه يا ابني؟ انت مخلي؟ ايه اللي كعبلني في بعضي كده؟ ده ايه؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا اخر حاجة فاكرها ان انا كنت قاعد هنا، وبعدين خير اللهم اجعله خير يا رب، قال زي ما يكون الاشباح داخله علي ولابسه اسود في اسود، وفجاه يختي عليها ويختي عليها، وراحوا مطلعين من جيوبهم حاجات كده وتشر وتشر وانا هر، وراحوا داخلين عليا فجأة وانا قاوم وانا قاوم، في الاخر ما لقيتنيش في الدنيا فيس خالص. كان في حاجات بتشر وانت بتهر؟ كان في كده؟ لا لا، خير 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 خير، هتتكسي. يا سلام اشوف. بس انا قلت لك من الاول، انا قلت لك ان سوسو مش هي اللي تناسبك، انا عايل كده وخلصت ذمتي من ربنا. اطمن سعادتك يا فندم. اي انا بعد الخضه دي ما بقتش مناسب لاي واحده خالص. ليه يا سامح؟ ليه بس كده بقى؟ يا حسره عليا يا حسره عليا. يا سامح سامح، ما تبقاش متشائم يا اخي، اصل خضه جامده جدا. ولا خضه جامده جدا ولا حاجه، انت اللي هايف بس. تعال تعال خلاص، ما تزعلش ما تضايقش. بلاش سوسو بلاش سوسو بلاش سوسو بلاش سوسو، يعني اللي خلق سوسو ما خلقش غير سوسو. انا عارف. بلاش سوسو بلاش. خد ناديه. نعم. والله ما هي راجعه. ايه ده؟ خلاص. ايه؟ خد ناديه.
بلاها سوسو وخد نادي. ما انا خلاص مش عايز حاجه من الدنيا. ليه يا سامح؟ خلاص يا فندم انا هرجع بلدنا بقى. خلاص ترجع بلدكم تعمل ايه في بلدكم؟ خلاص عندنا فدانين هناك ازرعهم حشرات واقعد جنبهم وخلاص. مش عايز حاجه بقى. اصلهم حشرات ومستقبلك العلمي والثقافي والايديولوجي والهيدرولوجي. فندم أنا تعبت في القاهره جدا والله. لا 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 خلاص 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 بلاش سوسو، بلاها سوسو وخد نادي. طيب خد نادي. خلاص نتكلم في ده بكره بقى. نتكلم ليه؟ ما قلت لك خد نادي. احنا نبحث موضوع نادي يا ابني. خد نادي باكر ان شاء الله. يا واد خد نادي كليه يا فندم. الله مالها نادي مالها نادي مالها نادي مالها نادي يا اخي مالها نادي الله. وانا خلفت الا نادي. عيبها الوحيد انها ما تعرفش الفرخه بتبيض ليه. بس اتفضل يا بابا شوف عمال سحنا في بتاعك. ولا نفس. لما تحبوا تتخانقوا اتخانقوا هناك منكم. قلت له يا بابا نرجع وسط السكه، هو اللي حاكم دماغه هنا عشان يعملها فضيحه. ما مفضوح زي اهله. طب اتكلم بقى يا حنفي عشان يبقى اخر يوم في جوازنا النهارده. انا مستعد اقصر الشر بس عشان خاطر عمي، انما انا مش خايف منك. بقولك اهو. وانا بقولك اياك تنطق باي كلمه عن السر. سر؟ اه. سر ايه؟ قال ايه فاكر همسكها لنا زله علشان شوفنا ناديه ماشيه مع راجل. طب اتكلم بقى يا حنفي اتكلم وشوف ايه اللي هيجرى لك. اتكلم انت. ناديه ماشيه مع راجل؟ اه. يو يخرب بيتي، ده انا اللي قلت. سامحني يا رب. ايوه يا عمي شفنا ناديه ماشيه مع واحد راجل واحنا جايين هنا في السكه. ناديه؟ اه. ناديه يا ظلمه. ناديه يا ظلمه يا ظلمه. تطلعوا سمعة على البنت ناديه؟ دي قطه مغمضه ناديه. تسمح لي استاذن انا؟ نعم اسمح لي استاذن انا. هو انت لسه ما كنتش استاذنت؟ يا دي الفضيحه. يبقى مين الفضيحه ده؟ الافندي ده. ده خطيب نادي، قصدي اللي كان هيخطب نادي. ده يا بابا. اه ده مسخن من سيده الا ستي. جاتنا نيل على حظنا الهباب. هناخد اتنين عهات. عيب عجبك كده؟ قلت لك امسك لسانك يا حنفي. الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك. اكتمي بقى اكتمي. الله ما بتسكتش ليه؟ سوري. طب تسمح لي استاذن انا؟ استاذن؟ ايوه. طب بقول ايه؟ نعم بقول ايه؟ بلاش ناديه بلاش ناديه. خد سوسو. خد سوسو. سوسو ولا خد سوسو يا ابني. اسمعني بس استنى. خد سوسو وانا ضامنها لك المره دي. هديك سوسو وهديك معاها ضمان لمده سنتين. لا اظن ما فيش بعد كده. خد سوسو خلاص. نتكلم في ده بكره بقى. ليه يا ابني خد سوسو؟ بلاها ناديه خد سوسو. خد سوسو يا ابني. يا ابني خد سوسو. وانا هقعد اقول لك خد سوسو خد سوسو. خد بقول لك ايه؟ خد فوزيه يا عم. اجري يا عم انت. خد سوسو خلاص. بلاها نادية بلاها نادية وخد سوسو. طيب يعني رأي سعادتك النهائي ايه بالظبط؟ بلاها نادية وخد سوسو. طب اصل انا ليا رأي تاني. نعم بلاها نادية. اي بلاها سوسو. بلاها نادية بلاها سوسو. وتاخد مين؟ تاخدنا انا بقى ولا ايه؟ امال ايه الكلام اللي يعصب ده؟ لا ما تتعصب. لا 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 وقف مع وجه واتكلم عادي. لا معلش يا فندم معلش. امال ايه؟ ارجو سيادتك تفهمني يا فندم. نعم يعني اذا كنت انا هاخد بنت سيادتك بضمان سنتين انا الاقي منين ليا قطع غيار؟ تعال عاجبك كده؟ هتجيب شلل الاطفال لبابا. كان يوم اخبر يوم اتجوزتك يا حنفي. كان يومك منيل بست النيله. كان يومك قطران. كان يوم كده اكتم يا بنت اهبل وعبيط. انت يا بنت كان يوم ملوش لزوم. انت يا بنت. نعم كان يوم يعني هو يوم لما اتكلم انا تخلصي انت. فاهمه؟ تخلصي خالص. سوري يا بابا سوري. تكلموا عن ناديه؟ انتوا تكلموا عن ناديه؟ ناديه ناديه الوديعه ناديه النسمه. ده الادب ناديه، ده الخلق ناديه، ده القيم والاحترام ناديه. تقول لي ماشيه مع راجل حد من زمايلها قابلته صدفه في الشارع. صدفه؟ اه صدفه. صدفه في جنينه الاسماك. ده احنا ظبطنا معاها خارجه من باب جنينه الاسماك وهي حاطه ايدها في جيبه في ايده. ايه ده؟ ايه 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 ايه
اسمك؟ اسمك ايه؟ انت بتقول ايه؟ في جنينة الاسماك يا عمي زبطنا معاه وهي خارجة من باب جنينة الاسماك صدقني. اسماك؟ بس فهمت؟ 6 كيلو سمك وجمبري والحاج عبد الموجود موجود. يا خرابي يا اخت. ازيك يا فين؟ ازيك يا اخت؟ وحشتيني يا حبيبتي. ربنا وحشتينا. تعالي هنا، تعالي تعالي يا ميه من تحت تبن يا سهيه وانت وراكي دهيه. بالراحه عليها يا بابا بالراحه، واللي كسر يتصلح وربنا ستر حليم. فوزيه مالكيش دعوه انت بيها، خليه يربيها. ايه في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ اتجوز ليه؟ ومش عايزه تبيضي، اديكي اتفقست يا اختي. حضرتك مستغفلاني وماشيه مع حيوان من ورايا. انا يا بابا؟ مين الجبان اللي قال الكلام ده؟ المفضوح ده. انت يا سحالف. ايوه انا، وان انكرتي عليا الطلاق بالثلاثه لطلع اختك فوزيه. بس 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 من فضلكم بس. ناديه بصي لي هنا، الكلام اللي بيقولوه ده مظبوط؟ انا عايز الصدق، عايز الحقيقه. هل اللي بيقولوه ده صح؟ بنتي بنتي، انا لا هتعصب ولا هتخانق ولا هدغدغ الدنيا ولا هكسر البيت على دماغك ولا حاجه، انما انا عايز الصدق. هل الكلام اللي بيقولوه ده مظبوط ولا لا؟ قولي يا حبيبتي، قولي يا روحي، قولي يا روحي، قولي وانت مبتسمه، قولي وانت سعيد. انا بيني وبينكم ايه غير كل صراحه وكل صدق؟ يعني انا مربيكم على الصراحه ومربيكم على السبور. قولي قولي يا حبيبتي، قولي وما تخافيش من حاجه ابدا. قولي يا روحي، الكلام ده مظبوط ولا لا؟ ها؟ ايوه مظبوط يا بابا. اهو شفتي، لا هتخانق ولا هتعصب ولا ولا هنرفز نفسي ولا حاجه غايه ما هناك. بس يعني هجيب البتاعه دي وهبقى معلش. يا بابا حقك عليا يا بابا. معلش. 6 كيلو سمك وجمبري والحاج عبد الموجود موجود، ده الكوبري اللي في وسطيكم. انا عارف انا عارف انا عارف ان الموضوع في حاجه زفت. انا عارف انا عارف. بس يا بابا. أيوة. يا بابا. نعم. يا بابا. ايوه يا بابا. ايه يا بابا؟ الفضيحه ممكن تتداوى وتجوزها لها؟ لا يمكن لا يمكن اجوزها الراجل مشيت معاه. بابا. بس لا يمكن بابا. ايوه بابا. ايه؟ وليكن في معلومك. نعم. وليكن في معلومك. ايوه. احذر هذه المنطقه. عشان ايه؟ ممنوع الاقتراب او التصوير. لا يمكن اجوزها الراجل مش يتعب. بس لا يمكن بابا. نعم بابا. أي. كون مطمئن، انا عن نفسي افكرش اتجوزه مطلقا. ليه؟ ما تتجوزهوش ليه؟ 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 افهم ليه؟ 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 هتتجوز ايه؟ هتتجوزيه لازم هتتجوزيه. الله اكبر. ايوه هتتجوزيه. هتتجوزيه. عمي انا اقطع دراعي يا عمي اذا ما كانش هو اللي مش عايز يتجوزها. اخرس يا حنفي، واوعى تتدخل في حياتي. لا هيتدخل. اتدخل يا حنفي. اسكت يا ابن الورمة. لازم هيتدخل. ردي على كلامه. ردي على كلامه. حاضر. ردي. ما تقولوش ليه؟ انا اللي قلت الكريم. ايوه. ان عمري ما هطلب منه الجواز. عشان ايه؟ ما تطلبيش منه الجواز ليه؟ لانه يا بابا. ايوه. لانه يا بابا. لانه ايه؟ لانه ايه؟ لانه متجوز يا بابا. كتبوا كتابك يا نقاوة عيني. ما قاطيني بسكاتك من فضلك.
ايه بغني يا بابا؟ مش عايز اسمع غنى ولا هباب. بلاش يا بابا. لا 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 لا. وبعدين وبعدين ايه؟ بدندن يا بابا. بطلي دندنه، مش عايز اسمع حاجه. بلاش يا بابا. مش تريق اعصابك شويه يا دكتور؟ وانت ورايا واعصابي هترتاح ابدا. بقول ايه؟ نعم يا بابا. اختك نادية عامله ايه دلوقتي؟ لسه معتصمه في اوضتها، مش راضيه تاكل ابدا. انا بدي افهم بتجيب الافكار دي منين؟ احتجاجا على الاحكام العرفيه اللي حضرتك اعلنتها في البيت. تتفلق؟ هتهوشني؟ لما الجوع يعضها هتبطل الكلام الفارغ اللي بتعمله ده. بقول ايه؟ افندم يا بابا. ما تاكليها اي حاجه من ورايا. غلط. مصره انها تعرض قضيتها وتتناقش معاك مناقشه موضوعيه. مفيش مناقشه، الاوامر اللي قلتها هتتنفذ بالحرف الواحد. مفيش خروج من البيت، مفيش بص من الشبابيك، مفيش كلام في التليفون. هسك عليها ب100 مفتاح. اجري هات لي مقص، اجري هات لي مقص، هقص سلك التليفون. انجر هات مقص. اخر مره هترن فيها، اخر مره. طب حق مش عليك الحق، الحق على اهلك اللي ما ربوكش. يا ندل يا جبان يا خاسيت. انا عصمت. يا خبر يتقطع لساني يا عصمت. متاسف، انا متاسف والله. يا رأفت يا رأفت. نعم. بابا يا قاعد مستنيك. طبعا. مش هتيجي تطلبني منه؟ طب اديني فرصه بس اقول للبنات يا عصمت علشان يبقى كل حاجه ماشيه كويس. مش معقول. إيه؟ هو انت لسه ما قلتلهمش؟ معلش، اصل حصلت لي ظروف خلتني اتقاعس عن اني اقول لهم. انما والله انا مالي يا اخويا ومال ظروفك؟ كنت بتربطني جنبك ليه من الاول؟ ولا تكونش فاهم نفسك املا الله. يا شيخ بلا قرف، ورمتلي مخي. اسمت، قلت لك 100 مره مش من حقك تهزقيني الا ما تبقي مراتي رسمي. اتشطر على بناتك اللي ما انتش قادر عليهم وخايف منهم. ايه؟ انا خاف من شويه بنات؟ لا يا هانم، لا يا هانم، انا ما خافش من حد. انا هقولهم وهقولهم في وشهم، وانت عارفه انا ما خافش من حد ابدا، مهما كان اللي قدامي ومهما كان مركزه ومهما كان صفته. انا لا بخاف من حد ولا حد يقدر يجي. حاضر يا دكتور خليفه، حاضر. 5 دقايق وهكون عندك. المقص. بقول ايه يا سوسو؟ افندم يا بابا. بقول ما فيش على حكايه المقص دي. تعجبني يا والدي، ابوسك. يا انا غاوي مشاكل يا سوسو، ده انا مناهي اغمض وافتح الاقيكم انتوا الثلاثه في بيوتكم متهنيين مع جوازكم وانا مطمن عليكم. واخده بالي يا بابا، عايز ترتاح. ولو اني والله يا سوسو ما انا عارف بعد ما تتجوزوا والبيت يفضى عليا، والله ما انا عارف هعمل ايه. تشوف نفسك بقى يا والدي. ايوه، اسم الله عليكي، كلمه الحق طلعت. اشوف نفسي. برافو يا سوسو. اشوف نفسي يعني اعمل ايه يا حبيبتي؟ يعني تحج يا بابا. طب اجري شوفي مين، اتحركي شوفي مين، اجري. يا سوسو مهما كان عيلة مش هتقدر تفهمني. لا نادية هي الوحيدة اللي ممكن تفهمني. أصالحها وأمري لله، أصالحها. يا نادية يا حبيبتي، أسلوب الاعتصام اللي انت عاملاه ده ما ينفعش. لا لا ما ينفعش. كل واحد له وجهة نظر. أنت ليك وجهة نظر، أنا ليا وجهة نظر، إخواتك لهم وجهة نظر. إذا جينا حطينا وجهات النظر كلها مع بعض. اتفضل يا أستاذ. اهدى كله، اهدى كله. ايه رايك بقى؟ حلو قوي، اتجنن. ولا العرايس اللي في الباترينا فعلا ماني كان. اهو هو ده هو فعلا. ايه رايك بقى؟ ما حصلتش في تاريخ البشريه. بدله من الشيه اهي فعلا، مفتوحه من قدام ومن ورا. ليه؟ التهويه. امال وجزمه من مرايه بحلق فيها الصبح، اقتصاديه جدا. امال الا دي بقى ايه؟ دوختني في المذبح. ليه؟ من عنبر العجول لعنبر الجمال لما دخ. ليه؟ عقبال ما لقوا خروف على مقاسي. وعشان تنبسطي بقى وتاخديني في الحفلات الراقيه. ها. دخلتلك معهد البليه. البليه؟ او الرقصه بتاع السنه الاولى. هات شوت شاي، هات شوت شاي، هات شوت شاي. قصدك شوت شوت شا، شوت شوت شا؟ دي بالعربي. انما بالفرنكي هات شوت شاي. ودخلت لك المعهد الثاني بتاع المزيكا، اسمه معهد الموسيقى بتاع كسر التلتوار. ها الكونسل بتوار. هو ده هو.
فضلوا يطلعوني السلم وينزلوني من على السلم ويطلعوني السلم وينزلوني من على السلم. ليه؟ لما عشان اتعلم السلم. آه. لما قطعوا رقبتي والاخر اتعلمت. ايه دو الله اكبر الله اكبر الله اكبر. احنا ناقصين قر، مش كفايه الحسد اللي نازل علينا. لا ما تخافيش، لابس كرافته زرقاء. وانت ازيك يا سيسو؟ الله يسلمك يا استاذ فتحي الباب. نو دونت سيت استاذ، يو ماست سبيك اند سبيك ات بالانجلش لانجوج اند سيت مستر فتحي الباب. انا سيت امي توحه تحت فتوحه ودي هذه بالانجليزي اوبن ذا دور. يا لهوي دخلنا ايوه الضحك. دمك زي السكر. أعرقش السكر. طب قولي بقى هتقابل بابايا امتى؟ النهارده ان شاء الله، بس بعد الدرس بقى. طيب اتفضل في الصالون. اروح الصالون. استني خديني في الصالون. يا نادي يا حبيبتي بلاش العصبيه اللي رباكي دي يا بنتي. يا بنتي يعني ما فيهاش حاجه ابدا. طيب عايز اقول حاجه، اذا كنت غلطت معاكي في كلمه كده ولا كده انا متاسف، بس بلاش الاسلوب اللي انت عاملاه ده. ده مجرد اجراء سلبي للدفاع عن حقوق المشروع. اذا فندع مفاته جانبا ودعينا الان نتناقش في جو من الموضوعيه مناقشه حره بناءه. اذا كان كده انا ما عنديش مانع يا فندم. وهو كذلك، اتفضل يا ولد. لا حضرتك ارتاح. حضرتك وهو كذلك. اسمحي تقولي لي ايه اللي عاجبك في الزفت اللي اسمه كريم بتاعك ده؟ زفت؟ انا احتج واشجب هذا الاسلوب. انا متاسف سحبت كلامي. فليكن. راجل. لا حضرتك يا بنت ولد. حضرتك وهو كذلك. عايز اقول يعني ايه اللي فيه زياده عن بقيه الشبان؟ كريم يا بابا بيمثل لي كل المعاني الساميه اللي في الدنيا. كريم ده يكفي حنان رقته ثقافته ايمانه بقضيه المراه، يكفي طهارته واخلاصه. اخلاصه؟ هتجنني وتقول لي اخلاصه ومراته اللي بيروح يبات في حضنها كل ليله تقول لي اخلاصه؟ ده مجرد لقاء روتيني بين زوجين. لقاء روتيني بين زوجين؟ ايوه فندم. انت يا بنت تجيب الكلام ده منين؟ ومع ذلك ماله سامح؟ عيبه ايه سامح؟ يكفي تفوقه، يكفي انه تلميذي، يكفي ان عنده شقه مطرحين وصاله وعفشه ميه. بالنسبه لي انا كلمه راجل ليها معنى واحد، كريم، كريم وبس. بقيه الرجاله مجرد اشكال زي الكنب زي الترابيزات زي الدواليب. دواليب؟ لو اعرف بس تجيبي الكلام ده منين؟ ومع ذلك اي دولاب من دول ممكن تجوزيه، انما كريم بتاعك ده فايدته ايه؟ على اي حال يا بابا اهو كريم زمانه جاي، ممكن حضرتك تتفاهم معاه. زمانه جاي؟ ايوه. ومين اللي عزله يجي؟ انا عزمتك ياخد الشاي مع حضرتك. انا اقعد مع انسان ندل وجبان وخسيس وخسع زي كريم؟ اسمح لي يا سيد انسحب بهدوء. سيد؟ انا ما اسميش سيد. وبعدين يا ربي وعصمت اللي مستنياني دي ما فاضلش غير فوزيه، هي اللي طول عمرها قلبها عليا. اطلبها اطلبها تيجي تشوف لها حل مع اخواتها. بابا حد يشوف الباب؟ متاسف يا لوزه هحرمك من السعاده الزوجيه اللي انت فيها انت وحانه فيه، انما اعمل ايه؟ مجبر اخاك لا بطل. الو 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 بابا. ايوه فوزيه ازيك؟ ان شاء الله تسلم يا بابا. بقول ايه فوزيه؟ نعم. انا عايزك في موضوع مهم. اتفضل يا بابا. لا لا ما ينفعش في التليفون، موضوع خطير لازم تجيني فورا، موضوع لا يحتمل اي تاخير، تجيني على جناح السرعه، بمعنى ان انا احط السماعه عليكي قدامي. اظن واضح. هاي هاي برافو. ايه ده؟ انت مالك عامله زي المهاجرين كده ليه؟ ايوه يا بابا. انت جاي بشنطتك؟ ايوه يا بابا. في ايه؟ حطتني الاول. وريني. حاسب. ايه ده؟ حاسب. يا لهوي. حاسب النمليه. انت معزله ولا ايه فوزيه؟ ايوه يا بابا. ايه ده مالك في ايه؟ يا مينة بختك يا لوزه. مالك يا فوزيه؟ ده انت مشحتفه يا بنتي. على اخر يا بابا. على اخر على اخر. يا مينة بختك. مالك في ايه؟ ايه اللي حصل؟ حنفي يا بابا. مال طلع قليل الادب. اوعي تقولي لي مسك ايدك. يستجري ده انا كنت قطعتها له. يا لهوي
يعني لحد دلوقتي ما مسكش ايدك؟ مش هي دي المشكلة يا بابا. لا طبعا هي دي المشكلة. اصلك ما انتش عارف حاجة. ايه؟ مسك ايد واحدة تانية يا بابا. بس 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 يا بليد بغدك يا لوز. بس يا فوزية يا حلوة يا منمنمة يا مسدسة على اخرك يا لوز. بس بس يا فوزية بقى يا تامة يا صغيرة يا حلوة. بس بقى يا فوزية يعني ما في منك عشرة يا رب. اخلاصي بقى اخلاصي بقى. صالي ده انا هسود عيشته يخونك وما فاتش على جوازك شهر. طب يستنى لما تربعاني. بس بابا اي لازم تطلقني منه يا بابا. اكتمي كله الا الطلاق. الكلمه دي ما تقالش في عيلتنا ابدا. طلاق قال احنا كل يوم والتاني هنلاقي لك راجل. احنا ما صدقنا. انا كرهت الجواز يا بابا. يقطع الجواز على اللي عاوز يتجوز يا بابا. مالكيش دعوه باللي عايز يتجوز. اتكلم عن نفسك وبس. اه يا لا يا حلوه يا صغيره يا طعم يا طعم يا لوزه يا طعم. مساء الخير يا عمي. اهلا يا سيروميو. اهلا يا فالنتينو. ولك عينتيك ورايا يا سافل يا منحط. مش عايزاك. انا بكرهك بكرهك من كل قلبي. بس عتفتك في المحاكم يا حنفي ما بقاش انا فوزيه. هطلبك في بيت الطاعه. الوقت مش هشوفه الا في الاسم. الله يخرب بيتك. انا موفر ما اتجوزك يا حنفي. اعصابك يا فوزيه. ما النومة. معلش يا فوزيه ما انت زي والدته ما فيهاش حاجه. لا اله الا الله. ايه اللي بتقوله ده بقى يا بابا؟ لا مش قصدي يعني انت اكبر منه سنا. ما تزنيش اللي عليا وعلى اللي جابوني بدري. ايه اللي بتقوله ده يا بنتي؟ يا بنتي فهميني قصدي ان هو زي ابنك. يا دي النيله ما تزعليش. يعني قصدي انا قصدي اقول ان هو يمكن محتاج شويه حنان. ليه كنت مؤسسه؟ ايه مؤسسه دي؟ يا سلام يا اخويا يا سلام. ده انا اتجوز سيدك كوبا. كويس كده تبوظ اعصاب البنت. شاهد يا عمي. شاهد ايه؟ سرقت العفش. سرقت العفش. عفشاها حقها باسمها. باسمها؟ اه. طب وانا نام فين؟ ما ان شاء الله ما نمت. مش عندك نسخه من القايمه؟ هنام على القايمه. انت شغلني بنومك ليه؟ ان شاء الله تنام وانت واقف زي الحصينه. وانا مالي انا؟ مالي؟ ايوه ايوه. شوف يا ابني بديع الهبله. اسياد اسيادك اتقدموا لي وانا رفضتهم. ما تقول ولطتهم على وش. لا 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 هقول له هقول له يا فوزيه. هقول له هقول له. لا بقى يا حنفي لا 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 لا. حط عقلك في راسك اعرف خلاصك. شوف انت متجوز مين؟ دي فوزيه والاجر على الله. فوزيه اللي تقدم لها اعظم الناس في العالم أكبر الناس في العالم ورفضتهم كلهم وخدتك أنت. أنت يا فسل ياللي ما تسويش في سوق الرجال ثلاثة مليم. خدتك أنت فضلتك أنت على ناس من أعظم الناس اللي في العالم. أيوة يا بابا. أيوة شاطر يا بابا. أيوة فسح حبيب. شوية أيوة بس عشان أقوله. قولي له قولي له. أنت هتقولي له؟ أيوة. اسمع اسمع علك تستفيد. اسمع اتفضل. شوف يا ابني عمر الشريف. عمر الشريف ساب البلد وهج علشان انا رفضته. على يدي. ثانك يو. عمر الشريف قاعد هنا اهو وهي قاعده هنا اهو وانا قاعد هنا اهو وهي على نغمه واحده. مخدوش يا بابا مخدوش يا بابا مخدوش يا بابا. حتى عمر اتضايق. قلت له هنعمل ايه يا عمر؟ عمر الشريف عمر الشريف اللي معروف في جميع انحاء العالم فوزيه رفضته. عمر الشريف اللي ضفره برقبتك ورقبت عيلتك من الالف الى الياء فوزيه رفضته. فوزيه رفضت مين؟ عمر الشريف. بتقولوا مين يا اولاد؟ عمر الشريف. رفضت مين؟ عمر الشريف. مين عمر الشريف بقى؟ مش عارف عمر الشريف مين؟ صنعته ايه يعني؟ صنعته ايه؟ اه ده المكواجي بتاعنا. اه يعني راجل كسيب. اه كسيب. اقول لك ايه؟ ما انت راجل ما انتش هنا. ما انت راجل متخلف جاي من كوكب اخر. هقول لك ايه؟ يا بابا افتكرت التاني يا بابا. فسح شويه فسح فسح. اسمع اسمع اسمع. شوف يا ضنايا كنتك انت
كنتك انتي اخته كبيرة كانت عايزاني على يدي. كنت قاعد هنا وكنتي قاعد هنا ويا على ويا على نغمة واحدة. مخدوش يا بابا مخدوش يا بابا مخدوش يا بابا. كنتك انتي كنتك انتي اللي جاي من اخر بلاد العالم علشان ياخد فوزية. فوزية رفضته. فوزية رفضت مين؟ كنتك انتي كنتك انتي اللي ضفره برقبتك ورقبة عيلتك من الالف الى الياء. فوزية رفضته. رفضت مين؟ كنتك انتي. بتقولوا مين يا ولاد؟ كنتك انتي. مين؟ كنتك انتي. وده معقولة يا عمي؟ ضميرك يسمح لك تجوزها الاثنين مرة واحدة؟ هما مين الاثنين دول؟ كنت وكنتي. شرعا حرام ما يجوز. يا جاهل يا متخلف. كنت ووالدته كنتي هانم. هقول لك ايه؟ ما انت راجل ما انتش من هنا. هقول لك ايه؟ لا لا فوزيه فوزيه. تعال يا فوزيه. إيه؟ لا لا ده جاب لي الضغط. اه طبعا ان شاء الله كله ضغوطه. ده انا عندي مراره واحده ان شاء الله كل مراراته هو واهلي. لا لا ده هيقف كده كده. لا 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 قولي له بقى كله. اقول له بقى قولي له كله. اقول له الزغلول الكبير بقى. هتقولي الزغلول الكبير؟ الله. قولي له بقى عشان يموت نفسه بس. بس هي دي. اسمع دي اسمع دي اهي. ماله فؤاد المهندس برقبتك؟ على يدي. كان فؤاد قاعد هنا وام المهندس قاعده هناك. لعلمك يا حنفي انا لا اتساهل ابدا في حق بنتي، واللي يدوس على كرامتها انا ادوس على رقبته. طب على ايه ده كله؟ كل الليله دي على ايه؟ عشان ظبطت صورة واحدة ست في جيبي؟ يا سلام، لا ملهاش حق. وإيه اللي يخليك تشيل صورتها في جيبك يا مغفل؟ ما تخبيها زي ما كل الناس ما بتعمل. ها؟ تعال. فين الصورة دي؟ إيه ده؟ دي صورة ميرفت أمين. آه بس والله ما في بيني وبينها اي علاقه يا عم. ما هو طبعا هو ما اقول مرفت امين تبص لك. واللي بنتك فوزيه مش مصدقاني خالص. لا دي مغفله. وايه اللي مكتوب على ظهرها ده يا سيدي؟ مع حبي واعزازي مرفت امين. اه حنفي. ايوه عم. احنا رجاله بينا وبين بعض طبعا. قول لي صراحه. ايوه قول لي صراحه. عينيا دي. ايه اللي بينك والمرفت امين؟ انت كمان يا عمي. طب انا لحد امبارح ما كنتش اعرف دي صوره مين. ازاي حد ما يعرفش مرفت امين؟ ما بتروحش سينمات؟ ما بتشوفش تلفزيونات؟ ليه وانا كرودي عشان اضيع فلوسي على الكلام الفاضي ده برضو؟ طب ايه اللي جاب لك الصوره دي معاك؟ مفيش. امبارح بالليل وانا ماشي في شارع سليمان باشا لقيت زحمه وطوابير واقفين على باب سيما. انا في الاول ما كنتش عارف انها سيما، كنت فاكرها جمعيه تعاونيه. قلت ازاحم يمكن اخد لي صابونه. اتاري الحكايه يا عمي. بيفتتحوا فيلم جديد وبيوزعوا فيه صور الممثلين والممثلات ببلاش. قلت انا مش خسران حاجه وخدت الصوره دي ببلاش. طب لما انت مالكش في الكلام الفاضي ده بتاخد صوره ليه؟ مش جايز تشح وتمنها يغلى بكره يا عمي. نظريه اقتصاديه سليمه 100%. ها آه. طب وبعدين؟ ولا قبلين روحت البيت ونسيت اقول لفوزيه على موضوع الصوره. الصبح بقى وهي بتفتش في جيوبي وانا نايم زي كل يوم لقيت الصوره في جيبي. صحيتني على الليله. اصحى قول لي ايه اللي بينك وبين مرفت امين؟ ايه اللي بينك وبين مرفت؟ حلفت لها 100 امين اني ما اعرفش مرفت يمين. ما فيش فايده.
امال كنت فاكرها صوره مين؟ امين الهنادي. عدي شوف الباب. ايوه حالا يا فندم، ده كريم، ده الموعد المتفق عليه. كريم؟ ايوه يا بابا. بقولك ايه؟ لو مرفت كريم قول لنا في الحمام. دي بتقولك كريم، هو وصل؟ هو جه؟ يا اهلا. وعيته سودة وتناه طين. ليه كده يا عمي؟ بهدي اعصابك يا عمي شويه. بس مش معقوله. طب عنك انت يا عمي، عنك انت، اوعى عنك. بس ده بهدي اعصابك يا عمي. ايه ده يا عمي؟ هدي اعصابك يا عمي، هدي اعصابك يا عمي. عايزنا نشوف واد خم في سماي سمايع بيسرح ببنتي ويضحك عليها ويخدعها واستقبله ببيتي واسكت؟ ده انا هشرحه، هسيح دمه، هخلي اكبر حته فيه قد كده وهتشوف بعينك يا حلب. بالهداوه يا عمي، بالهداوه. لا لا لا. يا عمي بالهداوه، مش بالعصايا يا عمي. لا بالعصايا، بالهداوه، بالعصايا، كل حاجه. بس ما تزعلش نفسك انت، وثانيه واحده اروح اوزعهولك. لا 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 لا، ولا توزعه، تعالى خليك انت، خليك ثانيه يا عمي. انا عارف. لا بس يا راجل انت، خليك انت، تعالى يا حلب. من فضلك يا محترم، مش عايزين فضايح اللي لاجي. هخبطك على نفوخك. عايز مقولي على الشاي؟ طب لو راجل يدخل، لو من ظهر راجل يدخل هشربهولك المر، هطفعه كوتة. قال شاي، قال يا خبر، زي ما عمره شاي شاي شاي. ايه مفيش فايدة يا عمي، حاولت اوزعه، مصمم يقابل حضرتك. بس جيب رجليه، هتقولي انا يا حنف. طب بس هقول لحضرتك، ادخل، هقول لحضرتك حاجه يا عم. ادخل يا عمي، اسمعني بس. بس استنى استنى استنى، كلمه واحده استنى بس من فضلك يا عمي، اسمعني. ادخل كلمه واحده يا عمي. نعم. انا شايف ان التفاهم معاه هيجيب نتيجه احسن. تفاهم مع ده؟ صدقني يا عمي، ده لازم يتربى برضه، لازم اوريه السر يطلع منين. بالهداوه، ادخل. التفاهم يا عمي، هو مش عايز يدخل ليه؟ التفاهم بس. طب اوعى بقى. طب لا لا، انا هطلع لك. اوعى بقى، اوعى اوعى بقى. مش حاضر يا عمي، مش حاضر يا عمي. يا سلام عليك، حاجه كده يا عمي، هدي اعصابك. سلام، هتعمل حالك معايا لواحد زي كده. هداوة يا عمي، مش معقوله هتعمل بوخ. اهو وصل يا عمي. ايه وصل؟ بس ابعد بقى، ابعد عشان ما تبقاش في مرمى العصايا، عشان لما اخبطه خبطه او بس يدك.
الشاي يا نادية. حاضر يا بابا. تعال يا بنتي. راح فين؟ اجيب الشاي يا بابا. شاي ايه؟ هو ده بيشرب اي شاي؟ غريب قوي. عندك الشاي البكوات الصغيرة دي؟ لا دي ارميها، مالناش دعوة بيها. هات البكوات الكبيرة، الباكو كيلو، وهات الجرك بتاع المية. مية بتغلي بتغلي. وهاتي القمع عشان نحط له الشاي في بقه. نحط له القمع ونحطه. ايه يا بيه؟ ايه القمع؟ هنحطه لك في بقك، في بقك هنحط لك القمع في بقك. وهاتي معلقه علشان نبقى ان... لا ما ينفعش معلقه، مغرفه او مقصوصه. ايوه ايوه. اجري يا بنتي هاتي. حاضر يا بابا. بقول ايه؟ استنى افن. اذا كان في عندك لبن، اظن في قسط في لبن. ايوه واخد بالك. هاتي اللبن كله. كله طبعا يا بنتي، هات كله عشان يمكن برضو نعمل حفله شاي بلبن كلنا، او يبقى يكفي. ايوه بابا. بسرعه يا حبيبي. حاضر يا بابا. بقول ايه يا بنتي؟ افندم. تعال. نعم. اذا كان فيه بيتي فور، بيتي بان، سكلامان، يعني حاجات من الحاجات حاجات هاتيها. واذا كانوا خلصوا القرص بتاعت القرافه هاتيها بالمره. قرص القرافه؟ ايوه. ليه يا بابا ناوي تطلع؟ طبعا هنطلع. طبعا يا بنتي هنطلع. هو ده سؤال برضه؟ مش لازم هنطلع؟ لازم. بس لسه ما احناش عارفين مين هيطلع على مين، انما كله هيطلع هيطلع. بسرعه يا بنت. حاضر يا بابا. بسرعه يا بنت. اهلا وسهلا. اهلا. ايه يا حنف؟ ايه مالكش عينين؟ ما انت شايف، ما شفتش، ما انت شايف البيت مسافر فوق. مش تقول لي هو لما كان بره هاي ما كانش فوق كده؟ امال كان ايه؟ انا قد كده يعني مسافه السكه بقى كده، يعني ساعه كمان ويخرم السقف. طب على العموم ربنا يستر. وهي بس عايز اقول حاجه يا حنفي. ايوه عم. القوي في الاقوى منه، والطويل في اطول منه، وربنا على المفتري، واللي يجي على الولايه عمره ما يكسب. وانا قلتها كلمه ورزقي على الله. ويلا يا حنف. ايه ايه مش هيتكلم؟ ما بيتكلمش ليه؟ هو كده ما بيتكلمش، بيطول بس. طب انا عايزه يتكلم. عايزه يتكلم؟ اي انكشوا. انكشوا؟ انكشوا ازاي؟ انكشوا كده اهو. قلت لي ازاي؟ ازاي هتكوش ازاي؟ كده كده اهو. طب ما تيجي تنكوش انت عشان افهم انت بتنكوش ازاي. انا نكشه بره يا عمي. معلش عشان خاطر اشوف انا بره وانت جوه يا عمي. معلش اشوف اشوفك وانت بتنكوش. اسمع اسمع اسمع، سمعني هناك؟ صوتي واصل فوق؟ عمي مش عارف يتفاهم معاك عشان هو دكتور محترم، انا نص محترم يعني ما يهمنيش حاجة خالص،
ولما اكلمك تسكت خالص ما تنطقش ولا كلمه، فاهم؟ هريك ضرب بعد كده، ما تتكلمش خالص ولا تطول ولا سنتي كمان بعد كده. ايه كل شويه نسكت لك تطول، نسكت لك تطول تطول. حلوانه هي في طولانه. خلاص بص العصفوره، لا ما تنفعش معاه العصفوره ده. بص الديناصور، اخلص. فاكر نفسك ايه؟ ايه اللي عامل لنا كده وعمال يطول جوه البيت ولا حد بيلم؟ بس خلاص ناس تطول ولا تختشيش. شفت قد ايه وبيعمل عقله بالجزمة برضو؟ سمعت حاجة يا عمي؟ سمعت هجد. شفت؟ شفت؟ أي حركة بعد كده هدلوك هنا تاني. كله من ده، تفاكر نفسك ايه؟ هاريك ضرب. سكتين لك وتطول تطول تطول. واقف ساكت عامل زي تمسار رمسيس، تمسار رمسيس علينا. اوعى تعمل ميه، بقول لك اوعى تعمل ميه، اوعى. كان ميه انا اشيل من تحتيك الفسقيه على طول وارجعك بلدك. اي حركه هخلص في ايدك وهوديك في داهيه. بس خلاص، بس خلاص، بقول لك بس، بقول لك خلاص. بيضحك من جوه برضو. ايه ده من ايه؟ خلاص بيضحك. سكيتي ويطول سكيتي وكل سكيتي سكيتي سكيتي. ايه بس بس خلاص خلاص خلاص. اخر حاجة ممكن اقول لك كلمة سر في ودنك؟ بلاش ودنك، مش هطولها، ودنك بعيد. اقول لك كلمة سر في ركبك عمي، ركب وعدي كده. بس خلاص هاريك ضرب. تعال عمي انا جهزتهولك خالص، دوس على بطنه هيسقف. ما تخليك شوية، اهو جاهز اهو. بص دول كام؟ خاف الله خاف الله، ارحمني ما تضربنيش. مين فيكو ابو نادية؟ خاف الله سؤالي واضح وعايز جواب. نعم عايز جواب. جواب ايه؟ عايز جواب. عايز جواب؟ ايوه عايز جواب. اي ايه؟ الله ايه؟ عايز جواب ايه؟ عايز جواب. جواب ايه؟ جواب. عايز جواب؟ ايوه عايز جواب. عايز جواب؟ ايوه عايز جواب. عايز جواب؟ ايوه. ده اخر كلام؟ ايوه. هات له جواب من المكتبه اللي عندنا. لا هناك. لا
جاوب السؤال. أنا سؤال؟ لا أنا سألته. طب قوله بس عشان نبقى نفهمه ونستوعبه. مين فيكو أبو نادية؟ خاف الله خاف. ربع سؤال. عايز أبو نادية؟ أيوة عايز أبو نادية. عايز أبو نادية؟ أيوة عايز أبو نادية. عارف أبو نادية؟ أي سعادة الباشا أهو. ايه يا عم سعادة الباشا وهو أبو نادية؟ أنا بقيت معقولة تجيبوا لي كل كده بالطريقة بتاعته؟ هاريك ضرب بقول لك. طب ما حرمتش برضو سعادتك يا أبو نادية؟ انت راجل محترم وبتفهم ومخك طويل قد كده. ايش يا عبي بمخك قد كده هو ده ايه مش عاجبك ولا كده ولا كده مخ... ايوه طب بمخك اللي قد كده بيقول لك سعاده الباشا ابو ناديه. ايوه ده منظر باشا ده؟ لا قول لنفسك بقى. يعني انت مش ابو ناديه؟ لا طبعا. امال انت ايه؟ انا امها. حصل معايا حصل معايا عريك ضرب بقول بس خلاص. فين ابو ناديه؟ عريك ضرب فين ابو ناديه؟ مش عرفني فين بيدور عليك. فين قول لي فين والله. طب استنى بقى قول لي فين. يلا ما بيستلم الراحه الراحه لبقى. بقى يخدع بنتي وجاي هنا في البيت يتحداني؟ طب انا هوريه له. حنفي 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 الله حنفي حنفي كلو كلو. انت فين يا حنفي؟ ايه يا عم الراجل في المطبخ هيبلعني خالص. لا بقى قعدت كده. فين يا ابن ابو نادي؟ اهريك ضرب بقول لك. مين فين ابو نادي؟ بقول لك انت يا اخي فين كله ايه فين منين هناك اه صح. اسمع 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 بقول لك ايه عايزه. بص بص تحت عقب الباب من فوق من فوق. راح فين؟ فاضل لك لفه وتاخد 75 قرش. ايه ده؟ اوعى تعمل رمسيس هنا. شوف سويته سويته. في سرسوم هوا عندكم مفتوح ولا ايه؟ انا تعمله انت ابو نادية؟ لا لا مال انت ايه؟ انا ابنها. اتصل معايا كده ليا سويت يا مفتري. اهوي لك. لا مش حاسس منك حاجه. طب بلاش. طب اتفضل ارتاح اتفضل ارتاح. هوي ايه بتوجع قوي؟ بتوجع دي يا خرابي قوي ما بتوجعش. هات اجرب لك. لا خلاص خلاص خلاص. طب ما تقعدش عليه يا حفظه الوايف. اقعد على قرافيسك توجعني. طب اقول لك قعده. ايوه
اقول له قاعده تريحك جدا. اهي اقعد كده. ابو هكلمكم ازاي كده؟ لا ما احنا نجي له الناحيه الثانيه. نجي لك من الناحيه الثانيه. اتفضل اتفضل. يلا يا حنف اتفضلوا اتفضلوا معانا اتفضلوا معانا اتفضلوا معانا اتفضلوا. اقعد هناك اقعد. حريك ضرب بقول لك. اقعد انت ما حرمتش. اقعد فوزية العيلة فوزية. يا لهوي. بس خلاص قلت اقعد. مولود مش سامع الكلام؟ قلت اقعد. اقعد. ما تقعد يا حاج خلينا نخلص. انا بقول لك انت انت اقعد. انا اقعد؟ ايوه. لا مؤاخذة كنت واقف معلش. اقعد 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 اقعد. ادخل. نص نص نص. ربنا يحمي حق. انا لا خلاص خلاص خلاص. اصل واحد بيسرع من اقل حاجه. خلاص بلاش. شاي يا بابا. شاي؟ ايوه بابا. نخلي الشاي هناك. اقعد اقعد. ايه ده؟ الراجل ده عايز مننا ايه بالظبط؟ عايز انا عايز الشاي. لا الشاي بعد ما نتكلم. انا عايز الشاي. اتفضل نتكلم الاول وبعدين الشاي. كلنا عايزين صغير. اتفضل. بس انا كنت احبذ اني اكلم سيادتك على انفراد. الحقيقه انا ما احبذش. ليه انت تحبذ يا حنفي؟ حنفي لا يحبذ. اصل احنا عيلة واحدة ونحب اللمة يعني. خلاص اتكلم انت يا كريم. شوف يا دكتور رافض. ايه. انا هتكلم عشان اضع النقط فوق الحروف. هيضع النقط فوق الحروف خد بالك. طبعا رأي سيادتك فيا ان انا ندل. ندل؟ ايه. سيادتك؟ ايه. حاشا لله. يمكن رأي حنفي كده. رأيك كده حنفي. لا لا يبقى اكيد بتقول علي جبان. جبان؟ ايه. سيادتك؟ ايه. حاشا لله. يمكن حنفي هو مره قال كده. قلت كده يا حنفي؟ هو في جبان 70 متر؟ ايوه. اللي قال لك كده كذاب و60 كذاب يا فتانه. باختصار. أيوة. سيادتك شايف اني بخدع ناديه يعني خسيس
على العموم يا فندم اللي فات مات والله يسامحك. لا اللي فات ما ماتش ومش هيموت ابدا. كريم هات يا صادق ده مهما كان يبقى والدي. متشكر يا بنتي ما هو ده العشم برضه. شوف روحك. نعم. يكون في معلومك ان انا بحب نادية. اي. عارف بحب نادية يعني ايه؟ يعني ايه يا فندم؟ يعني بحبه. اه. والله العظيم بحبه. وحياتكم بحبه. اسود. ربنا يخلي بحبه. وسطي. حنفي. يا عمي. ده طلع ابيض. فاضي اكواب بس بقى ما تعيطش يا كريم انا كمان بحبك لا انا بحبك اكتر طب انا كمان اكتر لا بس 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 اتفضلوا انتوا بقى وسيبوه انا ده طلع عايف مني بابا نعم انا لن اتخلى عن كريم انت عايز منها ايه عايز منها ايه عايز اتجوز ومراتك انت مش متجوز يعني ده مجرد اجراء روتيني ملوش اي تدخل في حياتي متفق اجراء روتيني هاي لو انت اللي بتحفظها الكلام الفاضي ده انت بتشغل ايه؟ انا صاحبي في جريده المجتمع انا اللي بحل عقد ومشاكل القراءه العاطفيه ايوه يا بابا ده اللي حل لي عقدتي رد على مشكلتي بكلمه واحده فيها كل المعاني يا بابا قلت لها ايه؟ رديت وقلت مشكلتك لا حل لها الا بمقابله شخصيه سحرني باسلوبه بهرني بكاريكاتيره حبيته يا بابا من قبل ما اشوفه ما هو طبعا وده معقول تحبيه من بعد ما تشوفيه تصور يا بابا من رقته كان هيموت نفسه لما عرف ان حضرتك عايز تخطبني لسامح كان هيموت نفسه؟ اي اما رقيق بشكل لا ده حصل فعلا كنت هموت نفسي بس غيرت رايي في اخر لحظه ليه؟ اكتشفت ان الواد ابني عيان وسخن فاضطريتها ودي للدكتور راح سنيها دي اخته الصغيره بس سيادتك جاي تخطب اولادك عيانين ومراتك على ذمتك لا ما هو طلاق من سميحه اكيد بس بعد 15 اشمعنى 15؟ يكون ولدت بالسلامه ولدت؟ اي هي مراتك حامل؟ هاي ازاي الحال؟ حامل؟ هاي بس انت ما قلتليش يا كريم يعني ده موضوع على هامش القضية ومش حرام عليك يا سيد كريم تطلق الولية وهي لسه والدة؟ لا ما هو مش أول ما تولد على طول أمال إيه؟ يعني بتقول بالسلامة وأطمن على المولود يروح المدرسة يخش الجامعة أجوزه يخش الجامعة ويجوزه ازاي الحال؟ وده برضو إجراء روتيني؟ هاي طب اتفضل اطلع بره بيتي إيه ده؟ أنت تخرجني بقى؟ اطلع بره طب أنا خارج اتفضل وعليك يا نادية انك تكوني على مستوى الموقف كريم استنى نتفاهم اطلع على اوضتك اطلع على اوضتك ولو خرجت منها هقطع رقبتك انا فعلا مش هاخد من اوضتي يا بابا يا اما زوجة كريم او جثة حامل اطلع على اوضتك جاك عمى في عينك ان شاء الله تموتي ان شاء الله تموتي يا قاتل يا بابا يا قاتل قتلة كلكم قتلة قتلة جايبالي عصابة وتقول لي قتلة الدواء هات يجيب لي الدواء حاضر يا بابا بس هاتي نفسك مش كده كل شويه الدواء 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 هو انت ورايا وحهدى ابدا اهدى يا بابا عند امك كم وطلعت فوزيه يعني فديه اثار الشر احسن لي طلعني يا ابني مبقعه سمع الضرر اللي بتنقط من بق اختك الكبيره مسالكوا الاعلى سمع يا بابا سمع بابا نعم عايزة ايه كنت عايزة اقول لحضرتك يعني لو ممكن يعني انا عايزة اقول عايزة اوصل لحضرتك اللي جوايا بطريقة كويسة يعني وسلسة يعني عايزة ايه عايزة ايه انا عارف انت عايزة ايه عايزة تتجوزي الواد محسن ابن الجيران عايزة تتجوزيه اتفضلي روحي اتجوزيه اتفضلي يلا لا طبعا يا بابا محسن ده عيل ولو كان مضايق حضرتك انا مستعدة ما كلموش خالص ده ايه العقل والرزانه اللي حطوا عليكي مره واحده دول تشكر يا ذوق بالمناسبه مش هتقابل الراجل اللي عايز يكلم حضرتك راجل مين الاستاذ فتح الباب مستني حضرتك من ساعه في الصالون هريته شاي وجاتوه يا خبر ده النهارده اول الشهر هتجيبه هاتيه ما اديتلوش دروس فلوس الدروس يا خبر اتفضل يا استاذ انا متاسف يا استاذ فتح الباب حقيقة أنا اتأخرت على إيه ده؟ أنت جاي منين؟ من متحف الشمعة؟ لا مؤاخذة سعادة الدين لا أنا اللي متأسف مشاكل البنات نسيتني اسمي هو الحساب كام الشهر ده؟ ده حاجة بسيطة خالص يا فندم 60 جنيه بس اتفضل 60 جنيه هم بالتمام والكمال تدخل يا سعادة الدين والله ما أنا كاسفك يا شيخ اهو اللي بيقدم خير بيقعد له في اولاده بس للاسف انا ما عنديش اولاد ليه كده ليه ما هو ده الموضوع اللي كنت جاي اكلم سيادتك فيه يا دكتور ايه خير
فيعني كده انا نويت اتوكل على الله ونويت اخطب. تخطب؟ اه. وانت لسه ما كنتش اتجوزت؟ ايوه. وايه اللي اخرك كده؟ مش كنت بكون نفسي؟ كل ده بتكون نفسك؟ ازاي؟ انا اقول لي سيادتك يا فندم. هاي. انا اول ما جيت اتجوز اول مره لقيت الشقق كلها بخلو، وجيت اتجوز تاني لقيت الشقق كلها تمليك، وبيد عنك اقل شقه ب 30,000 جنيه. قلت بدل ما اسافر هنا واروح هنا انا اقعد هنا واحوش من الدروس الخصوصيه. اه وحوشت من الدروس الخصوصيه وخدت شقه تمليك؟ لا الحمد لله فضلت خيرك بنيت عماره. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بس يعني عاوز اخد راي سيادتك صراحه في موضوع شخصي شويه. لا اتفضل قول. انا كده يعني يا فندم في نظر سيادتك مش كبرت شويه على الجواز؟ كبرت؟ ايوه كبرت. مين يا راجل؟ ده انت اخترت الوقت المناسب للزواج. الله يطمنك. اتفضل. شكرا يا فندم. اتفضل. سننا ده سن النضج. ايوه احنا جيل السمن البلدي، احنا اللي خدنا الخير كله. اللي هتتجوزك دي هتاخدك بكر. الله. قولي. ايوه هي العروسه مش عايزاك؟ ايوه فندم وشي من سيادتك في الارض. اه بتموت فيا. طب خلاص يا اخي مفيش مشكله. لا فيه مشكله. ايه؟ ابوها. ابوها؟ اه ابوها لو رفض يبقى راجل مغفل كده هو؟ اه طبعا. يعني اتكل على الله واكلم المغفل؟ اه طبعا. ما دام هي عايزاك يبقى مفيش حاجه اسمها ابوها. الله. هتتجوزها غصب عن حباب عينين ابوها. قول لي. ايوه بنت. هي العروسه تبقى بنت مين؟ ايوه بنت بتبقى حد اعرفه؟ عز المعرفه. طب ما تقول لي يا اخي وانا اكلمه لك. كده يا فندم؟ اه والله ده وعد صريح من سيادتك. طيب يا اخي طبعا اكلمه لك. نقول يا فندم بقى بدون خجل. اه العروسة تبقى بنت سيادتك الآنسة سوسو. لا انا اكلمهولك من عينيا. و سوسو انت عايز تجوز سوسو؟ عايز تجوزها ولا عايزها ولا عايزها تتربى في عزك؟ ده يبقى لي الشرف يا سعادة البيت. شرف؟ مش مكسوف على دمك يا راجل يا شايب يا عايب. عايب؟ ده سيادتك لسه بتقول علي ان انا بكر وما دخلتش دنيا. ولا عمرك هتخش دنيا. ده انت هتخشها من هنا وتتخرج منها من هنا. ده انت دفعه السنه دي بس واخد تاجيل. اتفضل ادي حق الدروس اهي. من هنا ورايح مفيش دروس بالمره. وهي هتلاقي زي فين؟ ده انا راجل بكسب كتير ومركزي الادبي خطير وفوق كده بقى جذاب وتقاطيع مسمسمه. انت جذاب؟ انت ممكن تكذب سوسو؟ والله يا فندم زكاة هي مش عايزاني ده موضوع اخر. اه يعني قصدك نسالها؟ انا موافق. لو هزقتك وشتمتك انا ماليش دعوه. انا موافق. وهو كذلك. يا سوسو. نعم يا بابا. تعالي يا سوسو تعالي انزلي لي هنا فتحي لي ودانك واسمعيني كويس. جدك فتح الباب طالب ايدك مني. قلت ايه يا سوسو؟ اسمع اللي تشوفه حضرتك يا بابا. الله اكبر. اللي يشوفه حضرتي؟ قصدك ايه يا بت؟ الله بقى ما تكسفنيش امال يا والدي. ايه الموضوع؟ انت كنت بتديها دروس في ايه بالظبط؟ ما تكسفنيش امال يا انكل. انكل هو ده اللي علمته لها طول السنه؟ وانا عمال اقول الحصص بتزيد ليه وعمال اكع في فلوس؟ هات حق دروس. هم ما خدتهمش. بس ارجوك واتوسل اليك ما توقفش في طريق حبنا يا ابي. اطلع بره. حرام. اطلع بره. تحرم عصفورين من بعض. اطلع بره ويكون في علمك ان انا هنقلها مدرسه تانية وهبلغ فيك وزاره التربيه والتعليم. اطلع بره. طيب. اطلع بره. وانت هقطع رقبتك. انا اللي كنت خايف عليك من الواد محسن ابن الجيران راح جايبالي خفرع. يا بابا يا بابا الحب الحقيقي بيجي بعد الجواز بالعشره والاطفال والمشاركه في المسؤوليه. انت اللي بتقولي الكلام ده؟ ايوه يا بابا. ده جيل ايه المهبب ده؟ الله هي الدنيا بتمشي لقدام ولا بترجع لورا؟ صدقني يا بابا ده عريس لقطه مش هيكلفك حاجه ابدا، لا شبكه ولا مهر ولا مصاريف فرح. وممكن اكلمه لك تعمل معاه بزنس. بزنس في عينك قالت الحياه. قلت لك ساعديني. اشتكيت لك يا بابا؟ انا دلوقتي عندي 17 سنه وعقبال ما اوصل لسن الجواز بتاع الايام دي يعني 30 سنه هتكون اقل شقه بربع مليون. في شاب هيتقدم لي عنده ربع مليون وفتح الباب بتاعك ده هيبقى ربع جوز هيبقى كهنه. وهم يعني شوف بالي من دول اللي مش كهنه؟ يا بنت ده اكبر مني في السن. وده بالذات اللي بيعجبني فيه خبرته شعره الشايب
باروكته يعني حضرتك مثلا يا والدي مش ممكن تتجوز؟ اه طبعا ممكن اتجوز نص، بس واحده تناسبني. وافرض ان احنا شفنا انها ما تناسبش حضرتك، وانتوا مالكم؟ وانتوا اللي هتتجوزوا ولا انا؟ وانا كمان اللي هتجوز يا بابا مش حضرتك. انا اسفك يا عمي. تعال يا حرب، رايح فين؟ هطلع بنتك وراجع لك حالا. تعالى بس تعالى بس يا اخي تعالى بقى. الله، انت لسه واقف هنا بتتمحك في بابا؟ فوزية بقى. فين المأذون؟ عايز المأذون. بعدين هاتون المأذون، عايز المأذون. عليا طلاق لازم اطلقه. شاهد يا عمي، بس انا كرامتي ما تسمحليش ان انا اعيش مع واحده زي دي تحت سقف بيت واحد. بس بقى انا اسفك. تعالى بس يا حرب. الله، نرايه فوزية. نعم. ايه الصيطه والزمبريطه اللي تعملها دي؟ معقوله برضو حنفي يسيبك انت ويبص لمرفت امين؟ يعملها يا بابا يعملها، كل الرجال عينيهم فارغه. هو لو كان عنده ام كرامه يطلعني دلوقتي. ما طلعني يالا. يعني انت مش عايز تجيبيها البرد؟ طب قسما عظما ايه ما اعتذرتيش دلوقتي بالثلاثه واطلعك بالثلاثه؟ يا لهوتي، وانا لو حطوا السكين على رقبتي يا حنفي مش هعتذر. لا لا لا، انت ظالمه جوزك، ما تخربيش على نفسك. الله، وانت متاكد منين يا بابا؟ اللي سمعك كده يقول ان الصوره بتاعتك مش بتاعتك. يعني برضو مش عايز تجيبيها البر؟ لا يا حنفي مش هجيبها البر، وعلى مفخلك اركبوا يا حنفي. ايه ده؟ طيب فوزية يا إب... روح يا فوزية وانت يا لهوتي هيطلقني. فوزية حنفي، انا مرضاش انكم تتطلقوا بسببي. الصورة دي بتاعتي انا مش بتاعت حنفي. وات؟ Whatever happened. No, 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 no. I don't believe. I don't believe. ايه ايه مالكم بتبصوا لي كده ليه؟ ايوه بتاعت انا. وانا كنت مديها للحنفي علشان يشيلها لي. ادي الموضوع كله. ايه؟ ربي، ما الذي اسمع؟ وصدمتاه يا ابتاه، وصدمتاه. ماذا جرى يا هل ترى؟ وبمقلتي هنا أرى كل الأنوف تدلدلت وكأنها صبحت ورا وعجبي فوزية رأفت. دع سروالي وشأنه. ايه سروالك؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ دع سروالي وشأنه. يا حبيبي يا حنف يا ابو الأحناف، يا حبيبي يا رايق وانت فارق على جنب. يا حبيبي كده وانت عامل زي شايب الكوتشينه وانت بتدار عليه ولزقتها في نفسك. ادينا كنا هنتطلق بسبب غلطه شاب طايش. ما هو هو اللي قال لي ما تجيبش سيره حنفي. اكتب. حاضر. كلمش. مرمت امين مره واحده يا بابا. الموضوع ها الموضوع ده لفضلكم ما تفهموش حاجة غلط. الصورة دي زي أي صورة بيفرقوها الممثلين على المعجبين بتوعهم. وهتنكر ليه يا والدي؟ ده احنا نفرح لك. طبعا يا بابا، من حق أي حد يحب ويتجوز كمان اللي بيحب. واحنا في الساعة لما مرفت أمين تبقى مرات أبونا. دي كفاية هتدخلنا السيما ببلاش. حلو يا واد يا رأفت يا لعيب يا مكتسح. عايز 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 خش سيما بلاش. من فضلكم لازم تعرفوا انا لا شفت ميرفت امين ولا اعرفها ولا عمري قابلتها. ما تعزمها يا بابا وتعرفوا عليها. ايوه بابا لا نمره التليفون. صلح ده صلح ده بسرعه. صلح صلح ده. تفضل كمل عليك وعلى كمال امك. لا يا جماعه مالكوش حق تظلموا باباكم معاكم. حكاية ميرفت أمين دي كانت نزوة في حياته. كانت نزوة في حياته وانتهت من 32 سنة. قال إيه يا عم أنا غلطت؟ غلطت إيه يا أخي؟ أنت نيلتها مش صلحتها. أمال من كام سنة أهو؟ يا حبيبي يا حنف، ده عايز عمرة من أول وجديد. انا الحكايه دي مش داخله نفوخي ابدا، دي تبقى مصيبه. ليه لا؟ هو بابا مش راجل زي بقيه الرجاله وممكن يخلف ويجيب لنا شويه عهات زينا؟ طبعا راجل،
يا سلام يا حبيبتي، وليه يدي نفسه الحق انه يحبه واحنا لا؟ سن الياس يا بنات، سن الياس. اقول لكم ايه بس على سن الياس؟ يا سلام يا سلام على العقل. انا عايز اكلم مع اخواتي يا اخي. الو، الدكتور رأفت موجود ولا؟ مرفت امين، مرفت امين، مرفت امين. مش معقول، مش ممكن يا فيك. مش ممكن ليه؟ هو بابا عمره طلبته واحده ست، ثم انا عرفتها من صوتها بيضة وشعرها اصفر وعينها خضرة. اتاكدي كويس يا حبيبتي. اوكي، مين اللي عايزه يا فندم؟ انا خطيبته. او وات يو سي، هو رأفت ما قالكوش ولا ايه؟ اعترفت، اعترفت. الله اكبر، ثبتت الرؤيه. لا قالنا يا مدام، وبالاماره شفنا صورتك اللي عليها الاهداء. افندم صورتي؟ اه، مش انت برضو مرفت امين بتاعت السيمة؟ مش كده ولا ايه؟ مرفت؟ ايوه. اه طبعا طبعا طبعا. طب من فضلك اديني الدكتور بسرعه وحياتك. اه طبعا طبعا طبعا. يا نحنوحه انت يا نعمه يا غريبه. يا بتاعت بابا. يا بابا يا بابا 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 بابا. ايه تعال كلم يا مساهوك. مين على التليفون؟ دي مربت امين. برضو كلمتوها؟ ايه ده يا عمي، تبقى ماشي مع مربت امين ولا تقوليش؟ طب امشي من ده. كلمها من فضلك يا بابا. يلا بابا، يلا بابا، يلا بابا. نعم والله يا واد، وعرفت تنقي والله يا واد، خدت الشحروره. بعيد بعيد بعيد. انو يلا يا بابا، ماشيه معاك حلاوه. انت عايز ايه؟ معلش يا دكتور، معلش معلش معلش. جري. ايه يا سوسو؟ انا خلي الدكتور يكلم الجو بتاعه. يلا يا ابني يلا. بس يا بنات بس بقى. يلا. الو. اه يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا ابو الغلابه يا عيني. اوعي اوعي. صبرت ونلت. الو. اه يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. قول قول يا متقال قول. ابعدي عني ابعدي عني كده. سايب مراتك كده، سايب مراتك كده يا اخي. ما تلم مراتك يا عنف. فوزية اتلم يا فوزية، حريكي ضرب. بس خلاص سيبه عم يتكلم. انا تقول لي متقال؟ هنعرف نربيهم دول ولا ايه؟ بس خلاص. مثال قال. اتفضل يا عم. تقول لي مثال. الو. قول يا حواس. قول يا حواس. منو ملك؟ بتضحك على ايه؟ بس مش عايز كلام. يلا يا بابا كلمتين وبس. ايوه يا مرفت هانم. ايوه يا حبيبي. حبيبي الله اكبر. اتلخمت ليه؟ مين اسال؟ افهميني يا روحي. روحك يا بتاع مربت، انت فاكر نفسك مين عشان استحمل انا ده كله؟ طب العند فيك، انا بكره هكون مخطوبه لاحسن منك. وضفره برقبتك يا سكسفيدس. انصف التنصف الغلاء الفنس فنوس في التل الكبير. ولو اني مش فاهم ولا كلمه من اللي بتقوليه، لكن اسمعيني بس. افهميني يا حبيبتي، اسمعيني يا عصمت. عصمت. ده كلام، ده كلام. اودي وشي فين من البنات اقول لهم ايه؟ كان لازم اتسحب من لساني واقولها يا عصمت يا حبيبتي. يا عمي مش كده يا عمي،
اهدى شويه وهدي اعصابك. اهدى اعصابي ايه يا حنفي؟ ما اشوفش البنات امبارح لما بصوا لي الثلاثه قالوا لي عصمت عصمت تطلع مين يا بابا؟ ايوه وحضرتك عرقت وضربت لخمه. سؤال محرج بصحيح. ده انا اللي ماليش في الموضوع، كنت مكسوف ونفس الارض تنشق وتبلعني. انما بالحق يا عمي، ايه حكايه مدام عصمت دي؟ مالكش دعوه يا حنفي. اعرف بس يا عمي. مالكش دعوه يا حنفي، مالكش دعوه يا حنفي. هو مش معقوله يا عمي، اصل مش ممكن ابدا اي حد يبص لعمي يقول ان هو يطلع في الاخر بتاع نقطني بسكاتك من فضلك. مش ممكن ده في كل حته عم الدكتور رافت الحمش الرهيب يطلع في الاخر خي. وبعدها لك يا حنفي، ما خلاص يا اخي خلاص يا عم. تصور حضرتك، تخيل ان بنت من بنات حضرتك شافتك في جنينه الاسماك مع مدام عصمت دي ولا اي حاجه. لا لا لا، ما بروحش جنينه الاسماك. امال حضرتك بتاخدها فين يا عم؟ باخدها هناك ورا ال وانت مالك يا اخي؟ انت مالك؟ حب استطلاع يا عم. انت مالك؟ عيب الكلام ده. عصمت هانم ست محترمه ست وقوره، مش كفايه لزقت صوره ميرفت امين في نفسي عشان خاطر عيونك؟ لا اطمن، انا ما خلصنيش ان هم يتهموا سيادتك فيها، اعترفت لهم بالحقيقه الكامله وجات فوق دماغي. ازاي؟ بنتك فوزيه اتاكدت اني بخونها كمان. يعني يا ربي، انا مش كان احبب ما عليا ان انا اجوزهم لاي حد علشان التفت لروحي؟ غلطت علشان عايز مصلحتهم؟ لا طبعا، هم اللي غلطانين. هم لو كانوا لقوا راجل يربيهم كانوا عرفوا امتك صحيح. يا اخي نص كلامك حلو والنص التاني بطال، بس انا حواجههم هقول لهم ان انا بحب عصمت وانا حر ومحدش شريكي. يا عمي مش ممكن حضرتك تبقى حر لوحدك، لازم حضرتك تديهم حقهم هم كمان ان هم يبقوا احرار. شفت مقفله ازاي؟ مفيش حاجه اسمها احرار، انا بس اعمل اللي يعجبني وهتشوف بعينك دلوقتي. سوسو، ناديه، فوزيه. لا انت فقدت كده يا عمي، عن اذنك انا هقعد في الصالون وواجههم انت لوحدك. اتفضل اقعد في الصالون انت. انت يا بنت منك لها لها لها. ايه انطرشتم؟ اطلعوا وروني نفسكم، اطلعوا لي هنا. حي حي. ايه ده؟ البت السوسون جاهزه يا بت. ايه يا بت اللي انت لابساها ده؟ وايه البشنقه اللي متبشناها دي؟ يا كريم. كريم. ايه ده؟ كريم يا رب. دي بتشحت. كريم يا ايتها القوى العلويه امنحيه الشفاء. شهيده الحب العذري. كريم راح فين يا شجره الضر؟ حد بينده عليا؟ انا اللي بنده عليكي. انت جيت يا كريم؟ انا مش كريم، انا ابوكي. بصلي هنا. ما شاء الله ما شاء الله، فوزية لدوس. ايه يا بنت الحلاوة دي يا بنت؟ شكرا يا هتلر. هتلر؟ يس. طب اجمعوا انتوا التلاتة بقى، هي كلمة واحدة هقولها، اذا ما كانش عاجبكم كلامي وعايزين تعملوا اللي في مزاجكم فتفضلوا اعملوه، بس بلاش المناظر اللي انتوا عاملينها دي. ولا اقول لكم انا رميت بيتكم، اعملوا اللي انتوا عايزينه. يلا. بقول لك ايه يا بابا نويل، انا وربنا 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 انا هتطلق وربنا. وانا في ديك الساعه لما اشوف بنتي الكبيره وهي بتطلق، ده اليوم اللي بيتمناه كل اب. اطلقي يا حبيبتي على خيره الله، اطلقي. او ثانك يو فيري ماتش فروم ذا بوتوم اوف ماي هارت ريلي. بس ولا يهمك، انا هجوز لك سيد سيدو، فسح شويه. بقول لك ايه، انا خلاص عثرت على الرجل المناسب. عارف انا هتجوز مين؟ جوز مين؟ الرجل الاخضر. الاخضر. البنت ضربت خلاص، مخها خرب.
وانت يا نوجة لسه برضو عايزة تتجوزي المتجوز؟ انا مش عايزة، انا مصر. وانا بديك الساعة لما اشوف بنتي ضرة ومرات اب جوزيه يا حبيبتي على خيرتي لك جوزيه. ايه مفيش كلمة شكر ولا حاجة؟ لا شكر على واجب دكتور، لكن انا حقا سعيدة انك انحست اخيرا للجانب المتحضر المدنية الحديث. والله ما انا فاهم حاجة. وانت يا بارك يا اخر العنقود يا سيدي على الورع لسه برضو عايز تتجوز بابا جده؟ حاشا لله، انا مش هزعج حضرتك، انا وتتح هنلبس الدبل بمعرفتنا. تتح الف مبروك يا اختي، انا سعيد بيك قوي يا باشمهندس. وايه اللي انت لابساه ده؟ ايه خطشيبه عايزني ابقى حشمه. حشمه؟ ايوه، سمى انه هيطلعني من المدرسه ويقعدني في البيت. ما شاء الله ما شاء الله، انا فخور بيكي قوي يا سوسو. بس ما تنسوش تعزموني على الفرح، ولا ناويين تعملوها ختمه؟ غوري يا بنت غوري. ايه يا عم عملت ايه مع البنات؟ هل واجهتهم ثم افحمتهم؟ افحمتهم ايه يا حنفي؟ افحمتهم ايه؟ لو شفت مناظر البنات يا حنفي، لو شفت عاملين ايه في لبسهم، لو شفت عاملين ايه في مناظرهم. لا يا حنفي لا لا لا، انا تعبت. ولو يا عمي، مفروض طبيعي جدا انك تتعب زي اي اب من الابهات عشان يضمن لبناته وعرسان كويسين زي كده. يعني ايه ده يا عمي، انت حضرتك جبت تلفزيون بالالوان؟ ايه يا عمي عندك ضيوف ولا ايه؟ اه زي ما انت شايف. انا شايف مهلبيه يا عمي. تبقى مين المدام؟ حذر. ايه الجو؟ الجو مدام عسمه. يا واد يا ناصح. عرفتها والله الواحد يا عمي. بس تصدق يا عمي انا اول ما شفتها افتكرتها مين؟ مين؟ مرفت امين. يا ولع. ده انت طلعت دبور كبير قوي يا عمي، وانت طلعت مقطف كبير قوي يا حنفي. عندك حق. هادي الستات ولا بلاش؟ مش تقول لي فوزيه هي عجبتك؟ عجبتني دي تتاكل اكل يا عمي، مش فوزيه اللي تقول لي ايدك. ثلاث صفر دبل او زيرو. ايوه انا برضك. ايه ده يعني مصمم تعرف انا مين؟ طب يا سيدي انا هقول لك، انا امراه بلا قيد. يعني ايه بلا قيد؟ يعني قادره وعيني باكسه. يعني ايه برضك؟ يعني من غير كاسر او ربنا. الحق يا عمي. دي بتكلم واحد راجل. خليها تكلم اللي تكلمه. ايه ده وسكت لها؟ سكت لها يا عمي. انت فاشخ بقك وبتضحك على ايه؟ بضحك على طبتك. لا انا بضحك على خيبتك. انا بضحك على المنظر البايخ اللي هيحصل بعد شويه دلوقتي. وانا بضحك على المنظر البايخ اللي هيحصل دلوقتي. هيبقى حته دي منظر لما البنات يشوفوها يعرفوا دي مين، وهيبقى حته منظر لما تعرف انت دي تبقى مين. طيب 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 يا سونسون، بص يا سوكا، انا اريد خبزا وحنانا او ربنا، بس ربنا اني خائفة من شيء ما. خد دول على الهوا. اتاه اتاه اتاه. يا خراش يا عمي، شفت بتدي سونسون على الهوا؟ اتاه 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 زي السكر، بقها قد كده طبعا، ممثله بقى وبقها قد كده. اتاه اتاه اتاه. الست دي شفتها فين قبل كده؟ ايه مش عارفني. اروح امك. اروح امك فوزيه؟ ايه معلمني، اروح خالتك. وايه اللي عاملاه في نفسك ده فوزيه؟ ده السكس بيكس. وانت مالك انت؟ مين اللي على جنابك؟ ومين سحس ده اللي كنت بتكلمي في التليفون؟ ده عباس فارس. شاهد يا عمي، انا ماليش دعوه، انا رميت طوبتكم.
دي بتكلم حسين فهمي. ايه حسين فهمي؟ انا ماليش دعوه بيك، اتفضل يلا امشي بعيد عني. سامع لو كان عنده امك كرامه طلقني. ما طلقني يالا كده. طب فوتي قدامي على المخزون. ايه ده؟ بليز دونت تاتش مي بكوز بدرس. يا عباس انت فين يا عبس؟ عباس رد عليا يا عبس. مين؟ احمد. احمد احمد. ثلاثة بالله العظيم ما انا مطلقة. منى 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 ان شاء الله تتجننوا زيادة وزيادة. لما الحق اشوف عصمة اولها الخيبة اللي انا فيها. ثمانية واحد صفر ستة ستة صفر. ألو ألو. أيوة عصمت. أنا رأفت. رأفت؟ أيوة. ما هو مش معقول كده. إيه؟ أنا مش قلتلك ما تطلبش النمرة دي أبدا أبدا. أنا ليه بس يا عصمت ليه؟ الله ليه يا عصمت فاتك كتير؟ حاجة غريبة دي. الله يا دكتور يا دكتور افهم بقى. افهم ايه؟ كل اللي بيننا انتهى والحب كان اوهام. ايه الكلام ده؟ يعني وعلشان تبقى عارف انا الليله دي هتخطب لواحد غيرك. ايه؟ تتخطب يعني ايه؟ ايه الكلام ده؟ احفظ كرامتك وما تحرجش نفسك اكتر من كده، مفهوم؟ اسمعيني بس يا عصمت، افهم الكلام اللي انا هقوله. الله عصمت عصمت. قفلت السكة. معلش دلوقتي تروق واكلمها تاني. سوسو يا ويكا. ابو شبت عندك يا سوسو؟ ابوكي ارمي الفيله. عمي انا بص ده، وانا كل ما ابص في خلقتك تقولي انا بص انا بص. هقطع رقبتك. ايه بس يا عمي بس؟ عامل لفيتك وكل شويه تصفر للبيت وتنط لها من الشباك، واخره المتمه تسيب راجل قد جدك وجدها يلطشها منك؟ طب انا داخل ايه يا انكل؟ ما انتش عارف دخلك ايه؟ لا مش عارف دخلك ايه؟ بس يا عم بس. يا سوسو دي مش زميلتك؟ مش زي اختك؟ ترضى ان اختك يتجوزها راجل زي فتح الباب؟ لا طبعا وانا مغفل. طب يا اخي يا اخي لما انت ما انتش مغفل. طيب ايه؟ لما انت جدع ومش مغفل. يا عم تسكت لها ليه؟ ما قطمتش رقبتها ليه؟ العصعوصه العصعوصه هكسرها لك العصعوصه دي. ما ربطهاش ليه؟ ما ربطهاش حضرتك ليه؟ ما ربطهاش انا ليه؟ ايوه انا حيالله ابوها يا ابني، انما الدور والبيع عليك انت. امال صداقه ايه وهباب ايه؟ جات كل قرف في شكلكم. ياه ده انت اتطورت قوي يا انكل. اقعد لا ما يصحش. اقعد. طب بحكم السن. طيب اقعد يا راجل مش معقول. اقعد. انا صحيح مستخلص دم اهلك ومفلوق من حركاتك القرعة، انما برضو الحركات دي كنا بنعملها واحنا عيال صغيرين. عيال؟ حضرتك بتقول عيال؟ انا احتاج انا اموت. متاسف يا سيد امك. الحركات دي كنا بنعملها واحنا شبان صغيرين. ارتحت؟ اقعد يا عمي بس. اقعد اديني ودنك هنا. هي دي ودنك؟ انا عايز ود. اسمع الكلام. طيب عايزك تدي سوسو كلمتين في العظم، عايزك تنصحها. خد النصيحه مني يا انكل، النصايح عمرها ما بتجيب نتيجه ابدا. تصرف يا اخي، غزها فلفلها.
مثل عليها انك بتحب واحدة تانية. واحدة تانية؟ طب ما انا بحب واحدة تانية وسوسو عارفة يا عمي. وما تحب السوسو ليه؟ ايه؟ مالها سوسو؟ مفيش ولا حاجة. يا عم انا مش جواز يا عمي. حتى انا تتجوزها يا اخي. اشغلها بس عن فتح الباب. اشغلها زي بس. انت اللي بتسعني. لما شاب قدك يحب يوقع بنت بدباديبه بيعمل ايه؟ لا احنا ما بنعملش يا انكل، هما اللي بيعملوا بيعلقونا. بيعلقوكوا؟ اه بيعلقوك. يا سلام يا سيدي. يعني عايز تفهمني ان سوسو هي اللي علقت فتح الباب؟ يوه اتعلق ابوه. اصلك انت ما تعرفش سوسو يا عمي، دي بنت عبالسه. ولد وش معنى فتح الباب بالذات؟ عشان تغيظ حضرتك طبعا. تغيظنا ليه؟ ايه ايه يا عمي. ايه يا ولد؟ يا شايف ولد بس يا ولد. ولد بطل حركه الصعبه بقى يا عمي بقى. لا بالذات ما تغيظني ليه؟ عشان حكايه الجو بتاعك. الجو؟ اه الجو بتاعك. الجو؟ ايوه. هي كانت عارفه حكايه عصومه؟ اه طبعا. يا نهار زي بعضه. بس كان لازم تفهم ان حبي لها شيء وحبي لعصمه شيء تاني. شيء تاني؟ اه منين بقى يا انكل؟ منين وانت عمرك ما اعترفت بالشيء التاني ده؟ اه عندك حق يا واد يا محسن، انا فعلا عمري ما اعترفت بالشيء التاني ده. طب وبعدين يا محسن؟ انا لست يا ابني، انصحني انت ينوبك ثواب. يعملوها الكبار ويقع فيها الصغار. اما زعلش يا انكل، اذا كان على فتح الباب انا مستعد افرقعهولك. ازاي؟ اه بس على شرط. ايه اشرط؟ قول اللي تعايز. شوف لك حل مع ابويا ده. عايز منه ايه؟ تقنعه سيدنا سافر على اوروبا. عايز تسافر اوروبا في الاجازه؟ ايوه يا عم. هقنعهولك وهخليه يقول لك بعضمة لسانه سافر. كلام رجاله يا عمي. كلام رجاله على امتك. اه جايين على هنا. جايين على هنا. جايين على هنا. اه الحين بقى فلسع بقى. فلسع؟ اه فلسع. امشي يعني؟ ايوه. طب روح فين يا عمي؟ من الشباك يا عمي اللي هيشوفوه. من الشباك؟ ايوه زي كده قفزه. والله يا ابني انا كان نفسي فيها من زمان، وهي جت على اهون سبب. يلا عمي سعيد في مكانك. ستيف اوستن. ستيف مين يا عمي؟ ده انت بايوني كومن. المزيكا المصاحبة. ده 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 لا لا لا, لا. سلو موشن. سلو موشن. داد 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 داد. لا يا عم لا خليك سمارت. ده عالي ده على المستوى العام. بص ادي العام وادي العالي. بص فرق شبرين يا عم. ها جايبه منين ده؟ يا عفريت انت. عفريت يا عفريت منك انت. يلا يلا. الكرش ده عمرك ما تعرف تعمل زيه. اوعى تجيب سيرته. الكرش ده متربي على الغالي. تعال قفز قفز. واحد اتنين سردي مردي. انت حكيم ولا تمردي؟ هوبا 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 هوبا. طب خدني لفه كده. خبر ابيض. خرابي ده انت تقيل بشكل. يا دي عالية قوي. فين يا عم ده؟ اهي ما انا بنطق كل يوم. انا بيوني كومان. يلا يا واد يلا يا واد. هوبا هوبا عمي. عمي وقع على كرش. محسن. ازيك يا سوسو؟ استاذ محسن من فضلك خد شيبي محرج عليا اكلم رجاله. وانا رجاله يا بت؟ ده انا محسن يا ابني. حلاوتك على اي حال. انا كنت جاي اقول لك اشوف وشك بخير. ليه؟ انا خلاص بقى مسافر على اوروبا بقى. ايه ده معقول يا محسن هتسافر لوحدك؟ اه ما بدهاش بقى. كنت خايف اسيب بابا وماما لوحدهم يوم يتهوروا في مره اتطلقوا، لكن هم بقى كبروا ووصلوا للسن الواحد ما يخافش عليهم فيه.
وهتعيش هناك ازاي يا محسن؟ هدور على اي شغلانه، اغسل صحون، اشتغل شيال، اتجوز خواجايا، اعيش مع الهيبز على الرصفه. المهم الواحد يا سوسو لازم يشوف الدنيا. باي باي هيبز. الله يا بختك يا محسن. ايه ده يا سوسو يا حبيبتي؟ سايباني على السلم البنات الحلوين يعكسوا فيا؟ فتوح روح فتوح فتاحه قلبي سفرني اوروبا. اوروبا؟ اه نسافر اوروبا نهب بيت. انا اتفسح واشوف الدنيا وانت تغسل صحون وتسلك بلاليع. بلاليع؟ اه الله الله عليك وانت جوه البلاعه تجنن. طب جوه البلاعه بعمل فيها ايه؟ بتسلكها ببنطلون جينز مقطع وحافي وشعرك طويل وبيهرشك. الله الله عليك وانت موسخ نفسك. ليه هو احنا هنسافر اوروبا نشحت؟ نشحت وما نشحتش ليه ويشحت عيب بابا. الظاهر جيت في وقت غير مناسب. لا اتفضل يا بيه. بابا اي هنقضي شهر العسل في اوروبا يا بابا. اه قوي زي ما انتوا عايزين. الا بالحق يا فتوح. روح فتوح. عندك منى بابا يحضر خطوبتنا؟ بالعكس ده يشرف. وعلى اي خطوبه ما تخلوها كاتب كتاب وخير البر عاجله. بتتكلم جد يا سعد البيه؟ امال وانا مستعد اجيب لكم الاستاذ عبد الحميد المأذون صاحبي جدا. اعمل معروف اطلبه. اهو اهو خليه يلحقنا اهو. بابا ايوه ايه ايه بابا ايه حطه بالمأذون. انا مش موافقه على الجوازه دي ابدا. ايه ليه يا اولاد؟ ده انتوا اتحسدتوا والله اتحسدتوا. ايه مش موافقه ليه بقى يا سوسو؟ طبعا انت عايزني اتجوز ام اوام عشان انت رخصت تتجوز ام اوام، مش كده ولا ايه؟ انا انت بتكلمي مين؟ بكلم الاستاذ فتح الباب. طب اصحى بقى فتح الباب وفتح ودانك واسمعني كويس. ما فكرتش يا فتح الباب، انا لو ما لحقتش اتجوز وتكون انت اتجوزت مش من حقي على انسانه تونسني تناولني ازازه الدواء تبقى عكازي في اواخر ايامي بقى بعد ما صبرت السنين دي كلها عشان خاطرك يا فتح الباب؟ مستخسر فيا حته عكاز؟ انا استخسر فيك عكاز يا بيه؟ اه بس كان لازم تقول يا فتح الباب. اقول لك انتوا هتجددوا لي انتوا الاثنين؟ نسيت ايه يعني؟ غلطت؟ ما قلتلكش ايه اللي حصل يعني؟ كنت منتظر انك على طول تسامحني. اسامحك فيه بس يا بيه؟ بس انا مش ممكن اسامحك يا فتح الباب. اه ابقى انا دلعتك زياده عن اللزوم يا فتح الباب. جاي دلوقتي تكح معايا؟ نسيت افضالي عليك؟ نسيت انا اللي علمتك وانا اللي ربيتك؟ نسيت لما كنت بشيلك على رجلي وتعملها على البنطلون وانت من غير كفوله؟ لا ده انا اتهزقت خالص. واضربك بالكتانيلا القديمه كمان لو حبيت. هي حصلت للكتانيلا القديمه يا فتح الباب؟ متشكره جدا. لا ده انا اتهزقت في البيت ده والله ما انا قاعد فيه ولا ثانيه واحده. انا الاستاذ فتح الباب بمشي من غير كفوله. ده انا عندي سته بسته بدكه في البيت يا بيه. نور ده يا لا ترجعك يا دكتور رافض. ايه ده يا دكتور رافض؟ ايه اللي جاب الواد ده دلوقتي؟ انت ايه اللي هدفك علينا النهارده؟ انا جيت حسب موعدنا علشان نتفق على الخطوبه بقى. اه بس حصلت ظروف هتخلينا ناجل الموضوع ده شويه. بس اطمن انا وعدتك ان انا هجوزها لك. هجوزها لك اه من حق. هو انا اخر مره قلت لك انك هتتجوز مين؟ الانسه ناديه. اه ناديه. اه ناديه ناديه. وانت الاخر ما تنقيش الا ناديه. ما نعمل ايه بقى؟ على العموم اذا ناديه صممت انها تتجوز كريم اهو عندنا سوسو. واذا سوسو اصرت انها تتجوز فتح الباب اهي فوزيه موجود. نعم فوزيه متجوزه يا دكتور. لا ما هي ناويه تطلق علشان كده انا مش عايزك تيأس ابدا. يا دكتور انا مش يائس بالعكس. ناي. انا مصر على الانسه نادية. صحيح هي يهيئ لها انها ما بتحبنيش ويهيئ لها انها بتحب كريم، انما انا يهيئ لي انها لو عرفتني كويس هتحبني انا. انا يهيئ لي ان جرس الباب بيضرب. مظبوط كلام سعادتك. انا يهيئ لي ان ده كريم، ده الموعد المتفق عليه. احنا الظاهر بيهيئ لنا حاجات في البيت ده كتير قوي النهارده. قول لي يا سامح. نعم. يهيئ لك ان احنا نقعد في الصالون ولا يهيئ لك احنا نقعد هنا؟ زي ما يهيئ لك هنعمل. يهيئ لك ايه بالظبط؟ قول يا ابني. والله انا نفسي نقعد في ها قول.
نقعد هنا. يلا على الصالون. هو كده. تعال يا كريم. ايه؟ تعال. ايه؟ اخيرا يا كريم، اخيرا نقدر نتجوز. ايوه بس لما سميحة تولد وطلقها. لا نتجوز احنا الاول وبعدين ابقى طلقها. والله انا شخصيا ما عنديش مانع، بس ابوك يغير رايه ويوافق. لا تطمن يا كريم، بابا رجع في كلامه وموافق. ايه في كلامه؟ اه وموافق. هو لعب عيال ولا ايه؟ لا لا لا، في مساله ضمير يا سيد كريم. انا كنت خايف لناديه تبني سعادتها على حساب بيتك ومراتك واولادك، انما لما اتاكدت ان ده مش هيحصل وافقت على طول. اتاكدت ازاي؟ شفت مراتي؟ ايوه رحت لها البيت وانت مش موجود. على فكره حلوه قوي يا ناديه، حلوه قوي. مراتي؟ لا الشقه اللي انت واخدينها. ولا الواد ابنه يا ناديه، الواد ابنه، ابنه اسمه مسميه ايه؟ سقراط. مسميه سقراط. سقراط حمار صغنطط قد كده، الخالي الناطي ابوه. ايوه هو فعلا شبهي، بس دمه عسل طلع لامه. وانت شفت سميحه ليه؟ اوعى تكون قلت لها حاجه. لا انا طمنتها انك مش هتطلقها الا بعد ما تقوم بالسلام. يا حرام يا بابا، زمان الست قعدت تعيط وتشتم فيا انا وكريم. لا والله يا ناديه، هي خدتها ببساطه وقالت يلا الله يسهل له. مستحيل، يبقى ما عندهاش دم. ما قالتلكش حاجه تاني؟ لا قالت. قالت ايه؟ قالت على ايه حسره، يعني هو بني ادم لما يبص بره. قال على راي المثل، بره وجوه فرشتيلك وانت حالك مايل وايه يعدلك. بس كفايه، مستحيل تكون قالت الكلام ده. ليه مستحيل؟ ليه؟ لان انا عارف سميحه كويس، عمرها ما طلع اسراري بره ابدا. بس بيني وبينك والله اعلم يظهر ان في حد تاني في حياتها. ايه؟ انا برجح. انا مراتي مش حد تاني يا استاذ. انا برجح. انا مراتي اشرف ست في الوجود. انا برجح. كريم. إيه؟ وانت محموق قوي كده ليه يا سي كريم؟ ده كده. انا برجح. ايوه كده يا ابني. انا قول لي. نعم. ما قلتكش هو مين؟ لا معلش. ولا اسمه ايه؟ لا 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 معلش. هو لازم عصام الرجال. عصام الرجال ده ايه؟ هو ابن عمالك عايز يتجوز قبل مني. لا يا شيخ. ده انا هذبحه واذبحه واشرب دمه مرتين. عصام الرجال ده. انت فاهم؟ كريم. بابا عمال يقول لك برجح، شيل ايدك من على بابا. اهو. سيب بابا. اهو. ايه جرى يا سي كريم؟ انت بتحب مراتك ولا ايه؟ والله. دي مراتي، ام عيالي، سقراط وسلومي، شرفي، كرامتي. سقراط وسلومي؟ اولادي. طب يا سيدي ما تدقش بالتناخر، استغفلتها تبقوا خالصين. لا انا راجل حر اعمل اللي عايز اعمله. نعم نعم، وهي ست مش حره تعمل اللي هي عايزه تعمله يا سي كريم؟ ايوه رد على دي، الست مش حره تعمل اللي عايزه تعمله يا سي كريم؟ معرفش. ما تعرفش، وانا اللي حبيتك لان اعتقدت خطا انك مؤمن بقضيه المراه ومساواتها بالرجل. بلا قضية بلا مساواة بلا كلام فارغ بقى. بابا. بس بس بس. الغشاش كان بيخوني مع مراته. بس يا بنتي بس. بابا. عندك مانع اتجوز سامح؟ اتجوزيه مع السلامة. السلام عليكم. يوم الغشاش يا غشاش يا غشاش. اضربك على نفوخك. بص عليكي، في واحدة ست، في واحدة ست في الدنيا محترمة. تحب راجل مسمي ولاده سقراط وسلومي؟ سامع. يا اخي يا اخي اطلع من هدومي، ما تسطرش في حته ابدا قبل ما تقوم من على الارض. انا مضطر اجري ورا الراجل اسمه كريم ده، لاني لا شفت مراته ولا اعرفها ولا عمري قابلتها، وعملت كل ده علشان خاطركم. يروح يعمل فيها حاجة أبقى أنا السبب. عن إذنكم يا سيد كريم. أنسة نادية، أنا أسعد مخلوق بالكلام اللي سمعته دلوقتي ده. شكرا جدا يا أستاذ، بس أرجوك انسى كل ده كان كذب. يعني أفهم من كده أن أنت مش هتتجوزيني؟ لا طبعا، أنا أتجوزك أنت. أتجوزك أنت ده إيه يا أخ؟ قال اتجوزك قال كتب حكاية دي. والله أرجوك يا أستاذ سامح، أرجوك بلاش تزعل مني، أنا أصلي عصبية النهاردة وصريح حبتين. لو أنا إيه اللي زعلني؟ إيه اللي زعلني يعني؟ حر. إنما ما تتجوزنيش ليه؟ أنا عايز أعرف بقى. عايز تعرف ولا تزعلش؟ لو انا ايه اللي زعلني؟ انت فعلا انسان طيب، وكمان عندك شقه مطرحين وصاله وعفشه ميه
وجايب 95% في الثانويه العامه على لمبه الجاز، وجايب في كليه تقدير امتياز الامتياز وتعينت معيد. كل ده هايل عظيم، لكن يا خساره عيبك انك ما عندكش دم، ما عندكش احساس. ما تزعلش يا استاذ. يا فندم طبعا مهما المؤمر مدوك الارض ما تزعلش منه. اه يا خساره لو بس ما كنتش تافه ودلدول وعجيم الشخصيه كان زمانك احسن راجل في الدنيا. انا تافه ودلدول وعجيم الشخصيه؟ عايز ايه؟ ايوه بس يا انسه. ايه عايز ايه مني؟ يعني كوني انا بحب والدك وبحترمه فده لانه استاذي، يكفي ان هو اللي خلاني احب الحشرات. انما انا مش شخشيخه، لا انا لما بوافقه على راي ببقى مقتنع فعلا بالراي ده. يعني انا لما حبيتك لاني حبيتك، مش عشان هو حب يخليني احبك. انت يا استاذ ما بتقدرش تقول له لا. لا انسه، لا انا بختلف معاه، انا دايما مختلف معاه. وانا صحيح ما بقولوش لا في وشه، انما انا بقولها له بذوق، بقولها له بلطف. ولا يعني الواحد عشان يبقى له شخصيه وكيان ضروري يزعق ويقل ادبه ويقعد يقول لا؟ يسلم ولي. لا لا يا انسه لا لا اتلقك، عرفتني مقرف كتك القرف يا اخي. ولو بقى انا مقتنع بشخصيتي كده ومش هغيرها ابدا، وانا عندي ودماغي زي الجزمه. ايه انت كنت ماشي يا سامح ولا ايه؟ لا ما كنتش ماشي. اه احسن بقى. انت كنت تصدق ان ناديه تحبك بالسرعه دي؟ لا مش معقول طبعا. الحقيقه ولا لا؟ اقعد يا سامح. حاضر. اقعد تعالى. لا مش عايز اقعد انا. مش مهم خليك واقف. لا انا عايز اقعد بقى. يا سيدي اعمل اللي انت عايزه وخلصني. لا لا. ايه لا؟ يعني لا يعني مش هعمل اللي انا عايزه، يعني هعمل اللي انا عايزه انا. انت تهبلت يا ابني، ما بقولك اعمل اللي انت عايزه. لا انت ما تقوليش اعمل اللي انت عايزه، وانا قلت مش عايز اعمل من قبل انت ما تقولي اعمل اللي انت عايزه. وانا لما اقول مش عايز اعمل ده يبقى مش عايز اعمل ده. انا مش فاهم حاجة، انت عايز ايه بالظبط؟ لا مش هقول لك على اللي انا عايزه. قديم يا دكتور، عايزني اقول لك على اللي انا عايزه تقوم انت تقول لي اعمل اللي انت عايزه اقوم اعمله وابقى عوزت اللي انت عايزه؟ لا انا عايز اشوفك انت عايز ايه بالظبط بقى عشان ما اعملش اللي انت عايزه. انا مندهش. ايه اللهجة الجديدة دي يا سام؟ يا سلام يا اخويا يا سلام، عشان يعني قلت لك لا لازم يعني اعمل كل اللي انت عايزه وافضل طول النهار اقول لك مظبوط كلام سيادتك يا دكتور، مظبوط كلام سيادتك يا دكتور. طب مش مظبوط كلام سيادتك يا دكتور، وانا بقى مختلف معاك. مختلف معايا في ايه؟ معرفش، انا مختلف معاك وخلاص. ايه الغريب في ده بقى؟ انا عايز اعرف. واد يا سامح انت تهطلت في نفوخك؟ ده انا بعتبرك زي ابني وعايز اجوزك بنتي. لا يكون في علمك انا لما احب اتجوز بنتك اتجوز بنتك عشان انا عايز اتجوز بنتك، مش عشان انت هتفرض عليا ان انا اتجوز بنتك. ايه افرض عليك وانت الطول يا فندم؟ انت ايه انت ده؟ انت حته معيد عندي ما حلتكش غير شقه مطرحين وصاله وعفشه ميه. يا بابا استنى ناديه، افرضها عليك انت يا تافه يا دلدول يا عديم الشخصيه. بابا ارجوك ما تشموش. مشموش؟ ايوه يا فندم. ناديه نعم. سيبهولي انا بقى. سيبهولك؟ ما انت سامح شتمتك بودانك وسكت له من الصبح. انا ساكت بس احتراما ليكي لانه ابوكي، انما انا لا يهمني لا انت ولا ابوكي، انا اخرم لك عينك وعين ابوكي بقى. ايه؟ سامح قول كمان. يقول كمان؟ اه مبسوطه قوي يا سامح. اخرم لك عينك وعين ابوكي وعمك وخالك وعيلتكم كلها، اخليكوا عمي كلكم بقى خلاص، اعمل عينكوا بخت بقى، بخت كلكم عمي كلنا. اه معقوله؟ معقوله تكون بتحبني للدرجه دي يا سامح؟ انت بتحاميني يا بنت؟ ايوه يا بابا. طب انا اخرم عين ابوك انت؟ ايوه يا بابا شيلني انا معلش، لكن هو لا، اصل انا يا بابا لسه فزيته،
علشان يشم حضرتك. انت اللي خليتي تشمني؟ ايوه يا فندم. لا انا مش شيخ عشان اسمع كلامك. انا لما احب اشمك اشمك عشان انا عايز اشمك، مش عشان هي حبت تخليني اشمك. وانا مفقوع منك بقى؟ ده انت عقدتني في حياتي يا شيخ. تحب تقعد هنا ولا تقعد هنا؟ اقول له نقعد هنا ولا لا تعالى اقعد هنا. تشرب شاي ولا حاجه ساعة؟ اقول له حاجه ساعة يجيب لي قهوه بزرنيخ. تاخد سوسو ولا نادي؟ اقول له نادي. اقول له سوسو. اقول له سوسو. اقول له ناديه. والاخر ما دخل لي الاشباح تقول لي جت عليهم جت عليهم. يا اخي اتق الله وبطل افترا بقى. رساله الماجستير بتاعتي يقول لي ناقصه. اقول له ناقصه ايه؟ يقول لي عايز مقارنه بين ذبابه الفاكهه والدوره الدمويه للبرغوت. اجيبها منين انا دي يعني؟ ايه انت ما عندكش في الكليه غيري؟ انتوا مستحملينه ازاي ده؟ مش عارف انا والله. ده عليلي ده. افتحوا الشبابيك. اوعى تفتكر لما تكون عايز تتجوزها هتتجوزها، او هي لما تكون عايزه تتجوزك هتتجوزك. لا لا هي تقدر تتجوزك ولا انت تقدر تتجوزها الا لما انا بس ابقى عايز اجوزكم لبعض. اظن واضح. طب انت عايز ايه الوقت؟ ما انا عايز اعرف. انا مش عايز حاجه. تفلقوا في بعض. يلا يلا. من كتبك يا سامح. بلا كتب بلا زفت بقى خلاص. طب هات رساله الماجستير. عينك عن اذنك. لا مش عن اذنك. سامح. هي سامح ايه بتقع تاني ليه؟ ايه خلاص بقى، اما تلاقيني ماشي ما تبقيش تقولي سامح دي تاني بقى خلاص. وانا قاعد قوليلي سامح زي ما انت عايز. ليه؟ انا مش طول عمري يقولولي يا سامح يا سامح. تيجي انت تقوليلي سامح؟ طب ما انا لازم اتميل. اه طبعا. طيب خلاص، انا بس عايز اقولك فاكر ولا ناسي؟ اه فاكر. ايه؟ 6 كيلو سمك وجمبري. صح. وذا بابا عرضت لي الحاج عبد الستار محتار. لا مش نعرفه. الحاج عبد المعبود مفقود. مش جاي برضه. انا هقول له يا دكتور رأفت اديني بنتك بلا خوته بقى، احنا ما بيهمناش بقى. سامح. الله يقطع الجواز. شحتفني في الشوارع. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حنفي يا ابن بديع الهبلة. دعي عليك دعي عليك من قلب مؤمن، وانا واحدة مؤمنة 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 قوي، وشهد علي ابو خيمة زرقاء.
منك لله يا حنفي، منك لله. انا كان مالي ومالي الجواز والنيله والهباب ده؟ ما انا كنت قاعده هنومه متسدسته على الاخر وبتفرج على التلفزيون وبسمع كوكو واوا كوكو واوا. ماله كوكو واوا كوكو واوا كوكو واوا كوكو كوكو واوا؟ ماله كوكو واوا؟ حد يفهمني، حد يرد عليا. كوكو واوا كوكو واوا. خلاص خلاص، عملت اللي في مزاجك؟ عملت اللي في مزاجك؟ ارتحتي؟ ارتحتي؟ اتطلقتي وانبسطتي؟ اتطلقتي يا اختي؟ انبسطتي مش كده؟ انبسطتي؟ ادوني الايحة يا بابا. انا ياخدني لحد المأذون ويقول لي انت اللي طالبه الطلاق، يبقى انت اللي تدفع المصاريف. شايف النسب؟ نسب منيل بست النيلة بعيد عنك وبعيد عن السامعين والقاعدين. نسب منيل بست النيلة وفوق منه قطران وفوق منه البتاع ده، البتاع المكبب ده اسمه ايه؟ ايه؟ لارنج؟ لا. امال ايه؟ البتاع ده قد كده اهو. ليمون اضاليا؟ لا. امال ايه؟ البتاع ده المكبب اللي شبه الطوب ده اسمه ايه؟ دوم؟ لا لا لا. امال ايه؟ البتاع اللي مكبب. زفتون؟ كنت هقولها. يا سلام يا فوزية، مش معقول يا اختي بقى، معقول منبت امين تبص الحنف بتاعك؟ ومش معقول يا استنادي، هو حنفي مش راجل ولا مش راجل؟ لا راجل. شكرا يا كابتن. بس ما اظنش ان مربت امين ذوقها وحش للدرجه دي. بابا نعم. انا لا اسمح لاحد مطلقا انه يلبخ في ذوقي ولا يلبخ في حنف. فانا بقول لك اهو، ده مهما كان ابو ولادي. ثم انا متاكده كمان ان مربت امين هي اللي بتجري وراه. يا سلام. او ربنا يا اخويا. وشايل صورتها ليه في جيبه؟ تلاقيه بس كان عايز يرجع لها صورها وجواباتها. طب لم جوزك بقى قبل ما تلطشوا منك نجلاء فتحي. لا ده بعينها بقى. ايه نجلاء فتحي دي؟ النجلاء فتحي. اهلا، السناتور وصل، الهر وصل. لقيتي الجمعيه فاتحه وزحمه وطوابير. سالت بتوزعوا صور؟ قالوا لا. رحت ناطت في وسط الزحمه وهوب هوب هوب، لقيت فراخ وسمك ولحمه، جبت 7 كيلو خيار. يلا بينا يا عمر يا جميل، ناخدها ماشي لحد البيت سلانسي. ايه ده امشي كده وسط الشارع الناس تقول عليا ايه؟ خد لي تاكسي ليموزين 27 راكب. تاكسي؟ انا محضر لك عربيه كارو تحت ورايا. اشوف فيك يوم، اشوف فيك يوم. بابا 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 اسمح لي يا بابا اسافر اوروبا اتفسح في الاجازه يا بابا. محدش ياخد رايي في حاجه. فوزية يلا يا فوزية، الحمار بيعد. لا إله إلا الله. الشاهد بقى، أنا مضطر أمشي دلوقتي يا بنات وأنسحب، يعني آسفة علشان جي آر مستنين. أنا قبل ما أمشي أنا عايزاكوا كده تحبوا بعضيكوا وتخليكوا كده زي الأختين الحلوين هناء وشيرين. باي باي يا هنوء. باي باي يا فيفا. باي باي يا شروق. باي باي يا فوق. يلا بقى فوتكوا بعافية. بابايا 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 أبا الحاج. بابا لو كان بإيدي كنت أفضل جنبك، لكن على عيني يا بابا على عيني. يا بابايا أنا دلوقتي شايلة مسؤوليات وشايلة كمان المحروز، أو ربنا ثبتت الرؤية. هتبقى بابا جد أختي يا عم. ثبتت الرؤية أو ربنا. خدي بالك من نفسك يا فوزية، وخدي بالك من حنفي جوزك. حنف ابن حلال، طيب ابن حلال، صحيح يمكن معقد انما جوا نظيف، والست العقله
تدي لجوزها البرستيج بتاعه قدام الناس. ادي الحنفي برستيج قدام الناس. امك الله يرحمها كانت دايما تديني البرستيج بتاعي قدام الناس. صحيح اول ما بنروح بتاخده مني تاني، انما قدام الناس بتدهولي. ومدام ثبتت الرؤية والمحروس هيجي، يا علي كده بقى ورسي، ما تبقيش ماشية في البيت زي انتاية العنكبوت على رجل واحدة، محدش عارف انت عايزة ايه. وعايز اقولك اذا كان صدر مني كلمة كده ولا كده، او ايدي طالتك كده ولا كده ولا حاجة، ما تزعليش مني، انا ابوكي وعايز مصلحتك. وبعدين ده انت البكرية يا فوزية، ده انت البكرية. طبعا يا بابا، يا احلى بابا، ده انت بابا. ربنا يحنن عليك. عن إذنك بقى يا بابا، أحسن الحمار بيعد. كوكوا وكوكوا وكوكوا. بابايا. نعم. وبقى تعالى زورني علشان هراس جاي. ايوه يا محسن. وانا كمان الحق اروح اشوف سامح. بابا ما تقلقش عليا يا بابا، مفيش مانع ان الواحد يمر بالتجربه عشان يعرف منها الصح من الغلط. وانت يا بابا ربيتنا وعلمتنا وعرفتنا الصح من الغلط. عن اذنك يا بابا انا هروح لسامح. بحبك يا بابا. عارف. خد بالك من نفسك. انت خدي بالك من روحك. ابعد. وانا هرد عليك يا حبيبي يا بابا. يروحوا يشوفوا حياتهم ومستقبلهم، في حاجات كتير قوي في كلامهم صح، وفي حاجات كتير في كلامي صح، بس لازم نتقابل، لازم نتقابل علشان الحياة تمشي. فرأيي أنا إن إحنا لازم نسك على بناتنا بس نديهم المفتاح. في حاجة كنت حنساها، كنت حنسى نفسي، أشوف نفسي أنا بقى، أكلم عصمت بقى صالحها بقى، أكلم عصمت زمانها مستنية المكالمة دي. ثمانية واحد صفر ستة ستة صفر. ده في ناس كتير هتكلم عصمت ولا ايه الموضوع؟ الو 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 الو، مين اللي بيتكلم؟ 810 660. ايوه مش ده منزل عصمت هانم؟ ايوه. مين سيادتك؟ انا جوزها. يلزم اي خدمه؟ جوزها. طب والله
الحاج عبد الموجود موجود.